غادي يمشيو الربع النهائي ستاند اب هذا السنه. ونذكر باللي برايمات قليله كتفصلنا على الوصول النهائي ستاند اب واللي غادي نعيشوه معكم ان شاء الله في بث مباشر على الاولى. فين نتوما مشاهدينا الكرام غادي تختاروا من خلال التصويت ديالكم شكون الفائزه او الفائز بلقب ستاند اب لهذا السنه، واللي نذكر غادي يحصلوا معنا على جائزه ماليه تتبلغ القيمه ديالها 20 مليون سنتيم. كتستمر رحلة مرافقتنا للمواهب الكوميديا، مستمتعين ونتمنى أننا نكون خفاف على قلوبكم. وأكيد البلاطو كل مرة تنور بحضور لجنة تحكيم البرنامج المحترمة اللي سنة على سنة حضورهم تيعطينا الكثير وتضيف لنا الكثير، ومهمتهم ما تتكونش سهلة. تصفيقاتكم وبكل حرارة نستقبلوا الأستاذة الممثلة والمخرجة بين السينما الأفلام الوثائقية والمسرح لطيفة أحرار. مساء الورد لطيفة. مساء النور. منوره كيف العاده. وحتى انت ورده جميله. شكرا لك استاذ. شكرا لك. شكرا. غنعيشوا اجواء مواجهه جديده هذا الليله، بدينا الاسبوع الماضي تستمر المنافسه. كلمتك للمواهب الكوميديا وليكوتش. بغيت نقول لهم كل برايم كنعيشوا اجواء جميله فيها تبنادميت، فيها تمغرابيت، وفيها الابداع. بغيت نقول لهم بدعوا واستمتعوا، راه حتى حنا كنتقاسموا معكم هذيك لا فراجيليتي ديالكم، وكنقول لكم شكرا لانكم كتامنوا بالحلم وكتقاسموه مع المغاربه. اكيد بنفس الحراره رحبوا معايا بالممثله الرائعه النجمه البرنسيسة دنيا بوتازوت. وما تمشيو مشاهدينا الكرام فين، لاننا غادي نستقبلوا هذا المره هرم من اهرام الكوميديا المغربيه سي محمد الخياري. مساء الخير دنيا بوتازوت. مساء النور. منورة كيف العادة. الله يخليك، منورة بكم بوجودك. شكرا بوجود هذه اللجنة الجميلة والجمهور الجميل. توقعاتك البرايم الليلة دنيا؟ كنتمنى نستمتعوا كيف كل برايم. اكيد انه غادي يكونوا معنا فائزين، وغادي يكونوا معنا فائزين وحدين اخرين، لان كنقولوا دائما ستاند اب هو فقط البدايه ماشي النهايه، ولكن هو فقط بدايه المشوار، وكنتمنوا دائما التوفيق لهم جميع. شكرا لك. سيدي خويا يا سيدي خويا، جاو معاك الكروات اليوم، مساء الخير عليك. مساء النور. مساء الورد والياسمين. مساء الخير. نتمنىك تكون بألف خير وصحة وسلامة. وحتى أنت. لافيس جاتك من داك الشرفع كالعادة. يجيك الخير. راك منور. شكرا. وفينا يا رفيس، أنا ما نسولك لا علاش تقول المشاركين لا لي كوتش من الآخر. وير إز الرفيسة؟ بلاتي بلاتي. الله يخليك. أستاذة سمحي لي. القى. فينا يا رفيسة؟ سيدي خويا. دابا انا وليت حديقه عمومي درتو فيا الرفيسه بالحجل. عطيتينا الكلمه ولا لا؟ ما يبدي لا تشتكي لا تبتكي، كلها هي حاجه بقدره السميع العالي. اييه هنيها. ايوا هنيها. فين غادي؟ واو ركنا الرفيسه درا حجلات. هاد الحد صيد جوج. ايوا الحد جاي جوج. ايوا الحد الاخر رفيسه في دروج. واقيلا غناكلو. سيدي خويا صافي، ماشي هادشي اللي اتفقنا عليه. ماشي نقول لك اعتذر. شكتي عزيز وغالي. دابا ما بغيتش نخليكم كتسناو وريتكم الشانطيو. لا ولكن زنوبه سمحي لي واختي تفضل. كيفاش جوج حجلات؟ حجله ليا وحجله لطيفه والباقي. جوج حجلات يا مس تصيدوا. وجوج الحد جاي. اييه وشي بركه ما نقول لكم شحال باش ما نبانش حكا، وشي بركه الحد. المهم شوفي السيمانه الجايه دنيا وصلنا للفينال وباقي ما كليناش الرفيسه 2024. لا 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 شو ناري ما تخافش دنيا. ولاد عاد دنيا 2024 رحله فيها وقتها 25 ولاد عاد كيبغيوك. اه سيدي خويا. لا لا
السيمانة الجاية عليا باليمين السيمانة الجاية. راه جنود خفاء غيطفيو الكاميرا ويزيدو ما نكملوش. شوفي دابا أنا سولتيني ما بغيتش نخليك وريتك الشانطية وكوني هانية. تسنى تسناني اختي زهرة العزيزة الله يخليك، راحنا كنتسناو السيمانة الجاية سالينا. زهرة خاصها الضحايا يلاه جمع فيها جوج. الله يحفظها لك. خاصها الضحايا باش طيب الرخيصة. السيمانة الجاية راه ما جبتهاش راه غنتخاصمو معاك. ما غنضحكوش دريو عليا. ما خدامين السيمانة الجاية. ولو. دوزناها دابا. مشات الخيل. دنيا. صافي. أنا معاك شاهدة لطيفة. أنا شاهدة. أنا اللي بغيت نقول هو الحمام بيسكو عندنا هنايا وحنا في الضحك، تحية لمول الحمام اللي في جامع الفنا. شكرا شكرا. كانت طقوس الضحك والطقوس ديال الفرجة، وكان مول الحمام حاضر مع الحلايقية، وكانت جامع الفنا اللي كتجمعنا ديما بحال سي محمد بالحميمات ديالها. شو الشعر؟ شو 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 التعبير؟ شو التعبير؟ خويا عبرو تتعياو السيمانة الجاية ما تجيبش رفيسة خدام. والشاهدين الكرام غنمشي نسى موضوع رفيسه ونرجعوا للمنافسه. صافي دابا انا وريتك صافي. اربون هذا اربون ديال المحبه. صافي اوكي صافي. مشاهدينا خلونا نمشيو هذه المره ونذكروا جميع اجواء البرايم السابق من خلال هذا الروبورتاج. والفاف اللي وعدتينا به فينا هو؟ هانت اسيت تفضل. الخطه اللي لعب بها انا اليوم ان شاء الله 4 4 2 قبلي هذا الله يرضي على وليدي تنخرج. لا 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 بلاتي نخليكم تفوجوا. رشيد تحيه لرشيد. تحياتنا لرشيد وجميع ليكول سعيد وديع وايضا ياسين عبد القادر. واش كتقول؟ هو اللي كيجبد هو اللي كيسول انتي اجمعي وقولي لي هو اللي كيجبد. والله الا خدامين خدامين الموتور كزوخ الا خدامين. ها دراري وها فجأة بأن سعيد زات عنده بنية. كدوات سادات كسعيد. جمهور جمهور تم داركم تم داركم. أنت ممثل أكثر من كوميدي فردي. برافو ثم برافو ثم برافو. ثاني مشاهدينا الكرام من اجواء المواجهه غادي تكون المنافسه كيف ما قلت قبل قويه بين الكوتش لي كوتش سعيد وديع رشيد رفيق وياسين عبد القادر. نبغي تحياتنا لهم تحت تصفيقات الجمهور الحاضر معنا. وبالمناسبه نقدم تحياتي ايضا رئيس خليه الكتابه انور خليل. مواهب كوميديا غادي يقدموا أفضل ما عندهم هذا الليلة في مرحلة سكتشات الإجبارية أمام لجنة تحكيم البرنامج. نتذكر جميع أجواء تأهل مواهب الكوميديا من خلال هذا الروبورتاج. راشي أنعيط المصطفى. مصطفى ممثل مدينة الدار البيضاء. انت كتبقى حاط ودنك على الباب ما كتفرجش اش كيقولوا كتبقى تسمع سميتك مصطفى مصطفى نقول يوم يوم مصطفى. هادي النادي على سمية وأميمة. سمية وأميمة السيفيلية الضحكة الصفراء. لا لا يسأل عليك أختي. هادي النادي وانا ما قادرش نشوف تما. سمير تزارين. سمير ممثل الدار البيضاء. باش كيعجبك الكنايزه فيه الصواب ما تيجيش حتى الاخر يتعشى ويمشي. لا تيجي بكري يبري معاكم الخزانه شو معاكم الروضه تدفنوا الميت باش بلا ما تجي انت في الليل وتقولي ديك اللعيبه ديال فين داخل اخويا ديجا في اللي غادي يتاهل معنا المرحله الجايه هو ظهيره ممثلة مدينة الباشا. تاني المتأهلين ظاهرة هو هذا تاني. يا الله هزت في عويناتي وهو يقول لي خانتي شي الحيمة في خبيز. يوسف
بنياس ممثل اسفي. ممثل اسفي رابع المتاهلين. ويطلع لي الانستغرام تاع السكر ولا فيه الفايبر. دينا عند واحد طبيب لقينا قلبه كيقول تيك توك تيك توك تيك توك. نادي لا سهيل. سهيل ممثل خريبكة رابع المتاهلين. تخيل معايا ديك المالينوا تيعطيها الشياطه ديال المرقه. ومالينوا عباد الله ولات كتفرق ما بين بطاطا حلوه وبطاطا قصبيه. كيف ما والفتوا مشاهدينا كنستقبلوا المواهب الكوميديا من الباكستيج. خلينا نربطوا الاتصال مع صوفيا النائم. مساء الخير والورد والياسمين صوفيا. مساء الخير زين. شوف انا بغيت نقدمك تانتية. تفضل الجنات. شوف ديري راسك بحال غتدخلي تانتية وديروا لي هذيك الموسيقى ثاني ديال الدخله. يلا ندخل خرجي غير شويه خرجي غير شويه للكون. الله دابا بغيتكم تصفقوا بحراره على مقدمه البرامج والمنشطه والاعلاميه زينب صابر. شكرا الله يعطيكم الخير. زينب قلتي بان دابا كاينه مباراه ما بين لي كوتش. انا ما بات لي لا مباراه لا تحدي لا والو. جيت شوفي فاهمين مع راساتهم كيشربوا اتاي. ها الا سينك سينك كا سينك سينك والله الا سينك سينك او هذه دكا سينك سينك. برافو سينك سينك. خليني غير حتى بناتي كا سينك سينك. حيد حيد كل شيء عدو سوى العيالات. تبارك الله عليكم ناشطين. انتقام هذا من اولا صراحه احنا جبنا هاد الدكه كاس الحياه. احنا بغينا احنا فرحانين اليوم بلي كونديدا ديالنا. وبغيت نقول لكم واحد الكلمه ولكن ما غلقاش ما احسن من الاستاذ ياسين. عطينا كلمه ياسين. كل القلوب الى الحبيب نو اذا ما لقاوش حسن مساعد. في اطار هذا ما لقاوش من حسن فماذا يقيل بعد ان قوى. هذه لغه البلاستيك. احنا غادي نخليو البراد هو اللي يدوي. الله يعطيكم الصحة. خليوا الحلقة ديال اتاي ما شاء الله عليكم. إذا سفيان زينب يا ودي خليونا نكملوا. إذا هادو هما لي كوتش ديالنا. ناشطين تبارك الله. نتعرفوا على لي كونديدا ديالنا في البرايم يعني المرحلة الثانية. عندنا زاهرة من مراكش. عندنا بنياس من اسفي. عندنا سهيل من خريبكة. عندنا الثنائي سميه واميمه من الرباط. وعندنا تزهرين من كازا وعليوه من كازا. هادو هما يعني اللي غادي يدوزوا. وكل جوج متبارين راه كيمثلوا كوتش ديالهم. واخا سفيان نعوم خليني غير نذكر مشاهدينا الكرام باللي كيف ما تابعتوا في برايم المواجهه الاول كاين صاحب قرعه وكل كوتش غادي يختار واحد من مواهب الكوميديا تابع لاحد المنافسين ديالو باش يقدم سكتش ديالو. عرفوا شكون اول موهبه؟ اذا غنديروا اللي ما عندنا السوبيره هذه ديالنا. دونك غادي نحاولوا نحركوا. ايه قرعه سكسك والله لا سكسك هذه قرعه. الور من اجل الشفافيه والوضوح هاك ورينا الكاميرا. وري الكاميرا شكون والوضوح. قلب عبد القادر ياسين. سفيان نعوم قبل ما يعطيني ياسين عبد القادر اول موهبه كوميديا غادي تقدم سكتش ديالها امام لجنه تحكيم البرنامج نقترح عليكم مشيو نتابعوا ريبورتاج يوضح لنا اكثر كيفاش تم اختيار السكتشات اللي غادي تم تقديمها هذا الليله رفقه انوار خليل والمواهب الكوميديا في الاكاديميه. كي دايرين؟ مخلوعين ما والو. دابا كل واحد فيكم بغى يعطيني موضوع ديال السكتش اللي كيفكر فيه. نبداو بك عليهم. كنت نفكر في الموضوع اللي ندير هو ديال التصوفيش. واخا التصوفيش تزارين. بالنسبه للاقتراح والموضوع اللي خدمت عليه هو البحر. موضوع صناعه المحتوى. وسائل النقل. نديروا الطفوله. ها هي. انتوما شنو قلتوا؟ صراع الاجيال. هي لا فرجتوني دابا في صراع الاجيال حيت دات لكم موضوع ديال تخرج ماشي دابا فرجوا شي صراع الاجيال كل واحد فيكم غيختار ورقه اللي جا فيه شي موضوع هو اللي غيخدمو. دونك يقدر يجي فيك الموضوع ديالك يقدر فيه يجي فيك موضوع لا متفقناش على هادشي وسط فين عمرنا اتفقنا على شي حاجه اصلا حنا فاجئنا ماشي داكشي اللي وجدناه ماشي هو اللي غنلعبوا به. كنا معولين على واحد الحاجه مني جا سي انور خليل ويقلب لينا داكشي كاع اللي بريباريناه تقلب لينا. وسائل النقل
طوفولة. بحر دابا كاين شي بحر في شهر جوج. صناعة المحتوى، صراع الأجيال. يعني هذه المسألة دي غتفيدهم، لأن غتولي كتخدم تحت الضغط، راه مزيان يعني كتخليك كتبدع أكثر. ودابا مشاهدينا الكرام خليونا نربطوا اتصال من جديد بالباكستيج، وكنعلن رسميا على انطلاق المنافسة في برايم الليلة. سفيان نعوم، دابا ياسين عبد القادر يقدر يعطينا شكون غنطلقوا يعني في المنافسة، وعبد القادر ياسين عبد القادر هو اللي غادي يعطينا الكونديدا. اي اشرقتي الأنوار، بما أنه عندي أنا الاختيار فأنا تنقول ناخذ كونديدا من عند رشيد. ياك خليها تلشي شوي، خذ معنا الدراري. واخا إذا قال لي ياك ندور عند الإخوان. ياكو يا البرايم اللي فات دزنا حنا الأولين، زعما التامس لينا شي حاجة. إذا بما أن الإخوان دازوا هما الأولين في البرايم اللي فات، فحب بدأ لو نعاودوا نفس الجملة ويبدأوا هما النيت. ياك شكون الكونديدا اللي ما بغيتوش يدوز؟ حصلتوا عاود ثاني. فوت لينا مصطفى عليوة. عليوة. إذا بما أننا غادي نفوتوا مصطفى عليوة، فنشوفوا عليوة مصطفى. ياك مصطفى عليوة. مصطفى عليوة. دار البيضاء. ممثلة دار البيضاء مصطفى عليوة، كيفاش حضر البرايم الليلة؟ نشاهدوا جميع راجعين. بغيت نقول لها هي شوية غتجمع الجوحة حتى هي وراك. فيستيفال. هذيك اللعيبة ديال وراك تلفت الجمهور ولا كل شيء ورايا كيدير هي جمهور. كاين هادي وكاين البارتي ديال الاخرى اللي غنخدموا عليها ديال سميتو ديال فاش غتخرجها. فهمي صافي. انا تخدمين على هاد اللعيبة. صافي سير الله يسر. شكرا. عليوة ممثل الدار البيضاء خدام على السكيتش ديالو، وكيوجد في ليكاك باش يكون في المستوى ويعجبكم ويعجب اعضاء لجنة التحكيم. خليونا نمشيو للبحر هذه المره مشاهدينا الكرام مع ممثل الدار البيضاء مصطفى عليوة. السلام عليكم. اليوم ما غنهضرش على والديا، حيت اغلبيه ديال الناس كيقول لي انت في السكيتشات ديالك كتهضر على والديك. ما عرفت على من بغاني نهضر، نهضر عليك انت، على انا مع من عايش، راه عايشه مع والديا. هذاك الشيء علاش اليوم غنهضر على والديا. والديا هي واحد المدينه بعيده على اسفي 47 كيلومتر. هاد المدينه هادي عزيزه عليا، ولكن ما كنمشيش ليها بزاف حيت ما كنسخاش نجي منها، وراه والديا. وانا انسان بحري، عزيز عليا البحر، عزيز عليا المدونه اللي فيهم البحر، وعندي قصاص. عرفتي باقي نعقل، كنت كنمشي مع امي للدار، كنت باقي صغير كنخلي امي للدار هنا والباراسول هنا، ما كنفهمش، كندخل نعوم كنخرج كنلقاهم لهي. وانتوما ملي بغيتو تحاولوا قولوا لينا. كنمشي كنلقى الواليدة عقلها خارج، عافيك كتي كنت كنعوم قدامكم، عافيك ما بقاش تعوم، ما تخاش تمشي لهي ولا تعوم قدامنا، راه انتوما اللي مشيتو. ما فهمت هاد القضية حتى النهار مشيت بوحدي للبحر، حطيت الحوايج باراسول، دخلت نعوم، خرجت لقيتهم لهي. او قلت غنمشي لهي، واقيلا شي لعيبة كتجر الحوايج. مشيت لهي، دخلت كنعوم، خرجت ما لقيتهم لهنا لا لهي. عرفتي رجعت للدرب ديكابوطابل غير بالشورت،
وراجعهم داخل الدرب وكنتسلت لي يشوفني شي حد ما يشوفني غير داك البعلوك اللي ما عمره ما دخل دارهم عرفتي كي طاير موجود عطاه الله الزنقه عرفتي كلشي كيقول لي واتسيل داركم واتسيل داركم كيدخل دارهم كتقول لي واتسيل الزنقه وانت بعد مني انا اللي قهرتيني هاد الدري غرق شي 16 مره في البحر مشيت معاه واحد النهار للبحر حنا نغرقوا دخلنا لداخل البحر شويه ويبدا الحوت وانا رجع واتسيل داركم وتخرجوا علينا هذا من هنا خرج هو شافوني انا قال لي هذا اول مره يجي عندنا ونشدوا العشاء هادي من تما قلت ما نبقاش نمشي مع الدراري الصغار ومع امي الدار بوحدي هنا قررت انني نتعرف على واحد البنت مدام هذا راه سكيتش ديري في راسك والو المهم تعرفت على ديك الدريه قلت لها غدا نمشيو البحر قالت لي نمشيو قلت لها شنو نديو في الماكله قلت لها حتى غدا ونشريو قلت لها صافي وانا عندي 15 درهم تلاقيت معها سلام صباح بخير قلت لها فين نمشي نشريو الغدا قالت لي يما عرفتي الماء هبط لي في ركابي وهي تكمل قالت محلابه فرحت ديت لواحد المحلابه في الدرب اغلى حاجه دايره 10 دراهم قلت لها خذي اللي بغيتي وهي تقول لي ارى واحد نص فيه الطونه الحرور قلت لها ارى شوش عطانا درت بحال هكا تقول لي اش غدير والله ما تخلص قلت لي هاد الحلوف هذا راه ما كنحملش انا اللي يحلف عليا زيد معاك واحد جمونادات وشي بيسكوي مسكه والله تتخلصي خلصي خلصت مشينا للبحر هبطنا قلت لها ناخذ شي باراسول مشيت عند مول الباراسولات السلام عليكم بخير شي جكراسه طبله وباراسول قال لي 150 درهم يو ترى غنجلس ساعتين وغنمشي قال لي والله واخا تجلس نص ساعه 150 درهم انا حكيت ويقول لي اش كدير والله ما تخلص خلصت السيده ريحنا شويه تقول لي اوف امشي نعوم لهي قلت لها فين لي حدا دوك الدراري ودوك العزاره والله ما تعومي غتعومي هنا مشيتي انا جاي هزيت الفوطه وتبعتها دخلات كتعوم يدي ليا درت لها شيد وانا نحط فوطه درت لها شويه وهي تبدا كدير ليا وانا ندير لها شويه وهي تبدا وانا بدات انا عرفتي وتجمعوا الناس مورايا وبدينا شويه كثر الغوات وما بداو كيقولوا راه كتغرق قلت لهم شكون اللي كيغرق قال لك اللي كدير قلت لهم لا راه كدير غير قال لك راه كتغرق اش مني عرفتي وما حسيتش براسي اخوتي نفخت الصدر ويتفش حيد تيشيرت بداو كيضحكوا لبست تيشيرت ونقول لها ما تخافيش قلت غادي كنجري تسمي حدا مو البيني خديت ليها بينية قلت لي انا جايب لك البيني واللي بيني وبينك عمرو يسالي تلاحيت ويا طيح البينية الموجة الأولى ثانية هادشي كله في الخيال الحقيقة هي بقيت كنقول لهم عتقوا أنا شوية هو يجي واحد الميتر ناجور عرفتي بلا ما ينفخ هادشي شحالة ماشي هي هذيك حيد تيشيرت ما ضحكوش حيد انا تيشيرت ضحكو عاود لبس تيشيرت ويدير ديك طا 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 تصلاب دخل وصل عداد غير وتم هز بيد وحده وخارج
كيتفلعص مالي نسكت هزيت فوطة بيد وحدة انا مشيت عندو كنتفلعص هو جاي كيتفلعص وانا غير كنتفلعص حتى بغيت ندير تنفس تنعيق ليه هدا جاي معايا عاتي قال لي معاك قلت ليه هو يضربني واحد صرفيقة قلت ليه دير خدمتك مسؤولية ديالك فاقت ولا تشوف فيه هو بالضحك شوف فيه انا وتخنزر شوف فيه هو بالضحك شوف فيه انا وتغوبش ريحنا بغينا غير نتغداو بقات مغوبشة هما يضربوا هاد الدراري بكرة للوجه قلت مصطفى هذه هي الفرصة ديالك ترد الاعتبار هزيت الكرة مشيت عندهم قلت لهم سكر هاد البروس اللي ضرب المدام لوجهها عرفتي هما يدورو كاملين الميتر ناجورو صحابو عرفتي داروا لي اسعافات الأولية فقت أنا ويا دوزنا النهار بخير حتى ما طلعناش دو الترونسبور ما كاينش وهي ناري على نحس بقيت واقف وشويه ويا توقف واحد الطوموبيل هبط الدجاج ميتر ناجور شفت فيها قلت لها شنو اللهم الاسعافات الاوليه ولا نباتوا هنا ميرسي مصطفى علي وممثل الدار البيضاء معاه نفتح المنافسه هذا المساء تبارك الله عليك مصطفى وانا غاد واش يمشي ويشوف ولا شنو التحكيم اشنو هيقولوا تبارك الله عليك كنتمنى لكل التوفيق نمشيو ناخذوا راي لجنه التحكيم على البرنامج دنيا ضحكتي هضري ليا لا ما قلتي لها والو اليوم ها لا ما قالش لك الكلمه الشهيره لا ما دواش معاك سكت هو كيف فرح فاش كيزيد فيها الاولى شنو رايك في الاداء ديال مصطفى عليوة وي مصطفى بعدا لقيتي هاد الدريه سخيه ما كلشي كتخلصو هي شوف غنقول لك مصطفى تبارك الله عليك السكتش ديالك جميل موضوع اللي لقيتي فيه انت فين تعوم احنا كنهضروا على البحر التشخيص بالنسبه لي انا شخصيا جيد كان عندك الميميك رائع ها لان فريمون حنا كيف تنقولوا سرحتي بينا صحابو هادشي اللي عاودتي راه بصح ولكن هو من 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 خيالك وحنا دخلتينا في خيالك صوت عندك تمكنك من الصوت ديالك مزيان على الخشبه كتحكم فيها كيما بغيتي حاجه وحده بغيتك ترد ليا ليها البال المرة الجاية انت راه خدمتيها مزيان ولكن غير واحد شوية الريتم كان غادي يمشي لك في الاخر ديال السكتش ولكن الحمد لله انه كانت لاشيت وكنت من لك التوفيق لطيفة سيدي خويا اللي عندك ما تقوله هز الميكرو الله يخليك وقولوا لنا نسمعوا كاملين قلت لك انا حداه وما سمعتوش همهمت ليها همهمتي مصطفى انت ان شاء الله الاثنين الجاي غدا لحد ما كاين هضره غتمشي للمقاطعه وتبدل كنيتك لان انت سميتك مصطفى حليوه انت زوين انت حلو انت كتدوي وانا كنزمم ما غاديش ترتجل موضوع جميل ذو محتوى ديال ذكاء نقي مفارقه مغربيه محضه مستمده من الواقع المعيش تشخيص رائع تري بيان تري بيان اكسيلون مصطفى علي والشباب كيستناو في الباكستيج كنتمنى لك كل التوفيق رفقة ممثلة الدار البيضاء انطلقت المنافسة في برايم الليلة بداية تعتبر جد موفقة واش غادي تستمر المنافسة على هذا المنوال أو لا تابعونا حتى نهاية البرايم الباكستيج علي وا الضحك بحر وانت يا عوام تبارك الله عليك كي جاك الباساج ديالك المرور ديالك الحمد لله داكشي اللي تدربنا عليه واللي قمنا به مع لي كوتش وفي الاكاديميه
حاولت انني نطبق ما امكن. قالوا لي راك مريض شي شويه هذا اليوم في الحلاقه. برافو عليك، الله يبارك فيك. بارك الله عليك. زينب نعوم نرجعوا لعمليه السحب باش نعرفوا شكون الكوميديا او الكوميديا اللي غيتلحقوا بينا. اعطيوني هذيك السبيره. يلا سير حرك حرك حرك. اذا بكل شفافيه ووضوح هكا سير اعطينا رشيد الرفيق. يلا اشنو بالك؟ انتقم رشيد انتقم انتقم. باينه 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 هي الشركه. قول لي صافا لاباس خويا بيناتنا دي سوفونير زوينين وبيناتكم كونديدا خصكم تعطوه. شكون راه حيت ضروري قال لي في ودني خصنا دابا شكون هو الكونديدا اللي تبغي من الفرقه ديال كيتوس؟ انا تنقول سهيل بلا ما تختاروا لي. سهيل 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 من مدينه خريبكه. صافي راه خصو سهيل. السكتش ديالك على اش سهيل؟ طفوله. يلا برافو. قبل ما نمشيو ونعيشوا اجواء الطفوله رفقه ممثل مدينه خريبكه نشاهدوا كيفاش حضر للمرور ديالو هذا الليله امام لجنه تحكيم البرنامج. يا محبوبي سلام وفرحك. انا فسرات القلب اللي كان حس براسي اللي ولات وحده اخرى حتى فرحت قلت غنولي نشوف وحيدو لي الامل. دابا كنبقى نتفكر صاحبي ديك التصويره الاولى كنحس براسي نقول بصح انا ما زويناش هادي اللي زوينه. هادشي ما كيوقعش كيديروش بنات الناس. لا ما كتشق فيا تسالو هنا حنا حسن غير غادي نبيه. لا الله يخليك شتي التربيه ديالك فين وصلاتك؟ انا بغيتك تكون انت مسؤول راه ما عندك حد عندك غير انا. اش كدير هنا؟ جيت معاك هنا باش نسخن كتافك وباش تعرف يدك خاينه على حقيقتك. انا عيد الحب ولا كيجي غير باش يفكرني بلي انا فات عليا التران وصافي. انتي احسن مني بزاف انتي خصك شي واحد يكثر معاك. اسمح لي حيت كذبت عليك وخبيت عليك هادشي. موعدكم مع السلسله الجديده محبوبي مساء كل اثنين واربعاء على الاولى. الانسان ملي كيكبر كيخاف على صحته اكثر. داكشي علاش خاص يكون تامين تكميلي يرافقنا طول الحياه. كلشي رجع مع التامين الصحي التكميلي ديال سلام. تعوضوا في المصاريف المتبقيه من بعد لامو طول حياتكم وحصريا عند سلام. تعوضوا كذلك في مصاريف الاستشفاء في الدار الى استدعت الضروره. سلام عيش مرتاح. كاين المرتاح وكاين المرتاح. مكونات طبيعيه مع سوليس. حضري قلم واسهل شي وقت خطوه بخطوه تاويلها لك والبنة مع سوليس. اش كيكون ملعوب شي ماتش مهم ضروري ما نشوفوه مجموعين كنوجدوا ليه مزيان حيت الفراجه كتجيب الجوع. الدراري واعرين في التسلل داكشي علاش ديما كنديروا في حساب الزايد. كنبداو بين ثلاثة كنساليو خمسة ستة تسعود المهم ديما كاينة بلاصة. سي عبد الله فيك ما كاين باس شك مهموم. جمع ليا فلاس ديال لا سي ان اس اس وحرت ما عرفت ما ندير. عاد دابا سمعت واحد الخبر لا سي ان اس اس غادي تعفي العمال غير الاجراء زعما اللي خدامين لحسابهم من كاع الدين اللي تجمع عليهم وهذه راه غتبقى حتى 30 ابريل 2024. واي واحد خدام لحسابه يمكن له يستفد بشرط يخلص كل شهر بشهره واللي ما خلصش دابا غادي خصو يخلص الاشتراكات وحتى الغرامات. ونزيدك راه قالوا هذه هي اخر فرصه. وكي غنديروا لهذا الشيء باش تخلص يمكن لك تمشي لاحد مكاتب القرب المعتمده او تدخل لهذا الرابط لامو. حق لك وأداء الاشتراكات واجب عليك. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 3939. المتوجة بلقب للا العروسة الموسم 17 هي
الشر. ميلو لاروسا رجع لكم في موسم 18، البرنامج الأكثر مشاهدة، كيفتح أبوابه في وجه سبعات الأزواج واجدين يعيشوا تجربة ما كتنساش. شكون غادي يقدر يفوز بقلوب المغاربة ويحصل على الجائزة الكبرى؟ عرس مغربي فخم، شهر العسل، وشقة الأحلام. عيشوا معنا تجربة استثنائية عنوانها المنافسة والتحدي. للمشاركة بعثوا بكلمة للا إلى الرقم 5577. ثمن رسالة 6 درهم مع احتساب الرسوم. كان سمعوا بواحد المصطلح مغربي، أنا المتكي. واخا أنت المتكي. عطينا البارتي الأخرى ديال سكيتش. ما بقيتش كنحيد من حدا البحر. واحد المرة غادي نتمشى لا حيدي حيد حبس. انت عارف القوة عندك فين كاينة؟ عندك في الهضرة، ولكن عندك مشكل واحد وهو ما تتحركش. وهضرنا على هذا الشيء برا مزيان، نصلحوا هذه القضية بلاتي ونشوف دوز تكنس. سهيل بدا كيربي سكيتش الطفولة باش يكون كبير ومدرسي مزيان هاد الليلة فوق الخشبة، وبكل جدية خدم في الأكاديمية على الملاحظات ديال الكوتش ياسين عبد القادر، ودوز سيمانة وهو كيوجد النهار البرايم اللي هو اليوم. خليونا نرجعوا ليامات الطفولة رفقة ممثل خريبقة سهيل. يلا شوف غتغنيو معايا. ماما جابت بيبي بيبي لو صغير، يا الله حبيبي شو سويل مخنفر. الله يعطيكم الصحة. تنسمعوا بواحد المصطلح مغربي، المرأة عندها الركض. أنا ماشي الركض، أنا المتكي. الإخوان أنا راني تزاديت كدوكا، غتقولوا لي كيفاش؟ غنقول لكم خليقة الله. ايوا راه هادشي اللي عطى الله السوق. الوالده ملي كانت حامله بيا ما كانتش كتمشي دير كونترول عند الطبيب باش دير التلفازه، كانت كتمشي دير السينما. واجي وتشوفوا نهار بغيت نتزاد، القابله شافتني وهي تغوت، واه يا ناري واه يا ناري، ماشي بنادم بنادم، امي رقيه بنادم، وانت ما عارفين وانتو ما عارفين فاش كيتزاد شي بيبي كتشدو القابلة تضربو. انا شافتني وهي تغوت، دور نضربك باش تغوت. قلت لها طرشيني امي رقية انا مزاوب. وهي تنقز واحد الفرم ليا وهي تقول لي ازويوان ازويوان، دور خليها تضربك. قلت لها زوينة، جيني على الخاطر تشدني بالمسران ديالي. خرجنا من قسم الولاده مشينا لقسم الراحه باش نرتاحوا. يلاه وقفت انا والوالده وهي توقف عليا واحد الفرمليه، ايوا مبروك ما دارت المدام. قلت لها لا راه ماشي المدام، هادي راه ماما. وهي تسخف شويه، دخل بابا شاف فيا ويشوف ماما. اش كيدير هاد السيكيريتي هنايا؟ يا ويلي على الراجل، هذا راه ماشي سيكيريتي، هذا راه ولدك. ولدي؟ ويلي على ولدي، ويتك 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 ويتك، جا عندي وانا نهزو. صراحة الطربية ديال الوالدين صعيبة. سيرة بابا تلعب مع ماما. خرجنا من السبيطار مشينا للدار. الإخوانة باش نقول لكم واحد المعلومة، أنا راه ما كنت كنرضع، بابا مسكين قيدني في واحد التعاونية ديال الحليب تمشي عندهم نهار ايه ونهار لا، وحتى ليكوش انا راه ما درتش ليكوش، وتزاديت بعقلي. وانتم عارفين فاش كيكون شي دري صغير يلاه باغي يتمشى كيشري ليه باكوريري سا بوسيت كيتمشى عليها، حتى انا بابا شرى لي كروسه بالحمار ديالها. المهم الاخوان اللي بغا يدي شي رحيل شي حاجه راه مرحبا، راه حنا معاكم ماشي مشكل. ونهار اللي مشيت للمدرسة، أجي وتشوفوا نهار مشيت للمدرسة، شافتني الأستاذة وهي تجلسني لقدام، ضركت التلاميذ اللي ورايا،
قالت لي رجع اللور. رجعت اللور عطست وضربت الميد مع السبوره. قالت لي خرج جيب والي امرك. مشيت ضربت الدوره في الساحه وانا نرجع عندها. قلت له استاذ صافي سمح لنا الله يرحم لك الوالدين، ها هو الدري هنا تيبكي ورا السور. اه سويل سويل الله يحفظك يا استاذ. وهي ترجعني تتصحابني بابا. والمشكل اللي كان عندي في المدرسه هو ديال الطاوله. انا الطاوله كانت كتجيني قصيره، كنت كنفرشها في الارض. الاستاذه مابقاتش كتسولني على الفرد المنزلي، كتسولني غير واش جايب الهيدوره. والمشكل اللي كنلقى في المدرسه ثاني هو ديال التصاور. كتجمعنا الاستاذه في اخر سنه تدير لنا صوره جماعيه، كنقراو في القسم حنا 20 صوره كيخرجوا فيها 10، العشره الاخرين ندرقهم. وسنمشي للدار ماما كتقول لي شاف خرجت لعب مع قرانك. كنخرج لعب مع قراني تيجي بابا تيسلخني اخر مره نصيبك تتلعب مع الدراري الصغار. حتى وليت كنلعب مع صحاب بابا. صراحه صحاب بابا طلعوا براش. ومني تمشي للحمام الانسان العادي فاش كيمشي للحمام تيشد كسال، الا انا كنشد ربعه ثلاثه تيحكوا واحد تيخوي عليا الماء تيسالي وليا الحكان تيسالي عندهم النهار. ونهار اللي سمع الدريات تيعجبهم الدري الطويل وانا نفرح. غادي واحد المره تنتمشى حدا البحر وهي توقف عليا واحد الدريه. او سكوخ الكلب ديالي تيغرق. قلت لها حيدي شدي كلبك حيدي من هنا ومسحيني مرتي. يلاه بديت غادي كنحس بشي حاجه شاداني من هنا. جيت ندور وانا نلقى مولات الكلب. قالت لي انا سميتي العاليه. مشرفين بغيت نرجع لك هذا الجميل. وما بيناتناش غسيري ضروري. ايوا مني ضروري يلا خلصي عليا شي عشاء. مشينا لواحد الريستورون هي طلعت الفوق وانا بغيت ندخل تحت. مهم الفيلينغ دايز بيناتنا. صراحه الاخوان وليت كنبغيها. وانتم عارفين فاش شي واحد كيولي تيبغي شي وحده تيمشي لحدا دارهم وتيهز الحجر وتيبدا يضرب لهم في الشرجم. حتى انا بغيت نديرها. ويني دار العاليه ساكنه في التروازيام. مشيت لحدا دارهم يلاه هزيت الحجر. ثم انا علاش غنضرب بالحجر حليت الشرجم ديريكت. ايو ايو العاليه هبيل انا الاخوان. ومؤخرا قررت باش نتزوج بالعاليه. مشيت حدا دارهم هاز الخاتم في يديا دقيت حلت عليا العاليه وانا نجلس. قلت لها العاليه. قالت لي نعم قابله تزوجي بيا. قابله ايوا يلا نمشيو عند العدول. ميرسي. سهيل ممثل مدينة خريبكا مساء الخير عليك. الله يلا بخير. كنتمنى لك كل التوفيق. يا الله الله يحفظك شكرا. نمشيو ناخذوا رأي لجنة تحكيم البرنامج في سكتش ديال سهيل ونذكر باللي في مرحلة سابقة سهيل الفرصة تمنحات لك من طرف الكوتش ياسين عبد القادر لأنه هو اللي اختارك باش تجي معنا لهذا المرحلة. رأي لجنة تحكيم البرنامج في الأداء ديالك هذا الليلة لطيفة أحرار. سهيل تبارك الله عليك كبرتي. مزيان انك اعطيتينا مواقف كثيره ولكن كنظن بان هادوك الشخصيات اللي اعطيتينا وكان قلدتيهم كانوا غيعطيو تعبير اكثر ويعبروا اكثر على السكتش ديالك. كنظن خانتك الكتابه والمواقف اللي حاولتي تقدم انا شخصيا ما قنعونيش بزاف. دونك نتمنى انك تخدم اكثر على الكتابه وتحاول تضبط الموضوع ديالك وتعمره فريمون بالتوابل وتعمره بالمواقف اللي تصنع معاك الفرجه. شكرا, شكرا. سي محمد الخياري. سهيل انت ماشي سهيل انت صعيب. لو سكيتش ديالك في واحد الخيال جميل جدا لو نتخدم اكثر لان لازلت اتذكر ربما الاسبوع اللي فات واحد الزميل ديالك كان عمل واحد سكيتش ديال تكلم على الرجل البدائي
يعني هذا الشيء اللي قدمتي لنا انت وهاد القوه الجسمانيه او هاد البدانه اللي قدمتي لنا انت، يا ريت كنت قمصتي شخصيه عملاق كان يكون احسن، لان خيال مبالغ فيه جدا جدا جدا، زائد ضعف الاداء ربما راجع للدهشة ديالك أو مرورك لأول مرة داخل عالم الاحتراف أو شبه الاحتراف. فأتمنى إن شاء الله إذا بقيتي معنا يكون عندك ريتم وتكون كتآمن بالأمور وتخليها ما تخرش على السياق ديال أنها تدخل في المبالغ فيه يعني. ونتمنى لك فرصة إن شاء الله مزيانة، وهذا الشيء إذا بقيتي معنا بإذن الله، ونتمنى أنك تبقى معنا. شكرا لك سهيل. مشاهدينا الكرام، انتم تقدروا تعطونا رايكم في سكتشات المواهب الكوميديه الحاضره في الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب عبر صفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تظهر لكم اسفل الشاشه ربط اتصال من جديد بالباك ستيج. كيف دايره اجواء استقبال سهيل؟ يا الله حبيبي شو سهيل مخنفر، بلا ما جابت بيبي بيبي حلو صغير. يا الله حبيبي سهيل، دابا السي الخياري جاب الحجل وانت جبتي بيبي. برافو عليك. انت تبارك الله، واخا يعني ضخم وجودك عريض المنكبين الله يحجبك، ولكن انت اصغر المشاركين. ولكن في حياتك واش انت زعما يعني جدي، ولا فعلا كاين داك الطفل كيتحدث مره؟ يا بصراحه اي واحد عنده داك الطفل كيكون في الداخل ديالو، ولكن بعض المرات كنكون جدي انا يعني في حياتي ديما كنكون جدي. برافو عليك سهيل، ونتمنوا لك التوفيق. زينب، هذا الوطن العزيز بمختلف لهجاتنا بموروثنا الثقافي الفني بعاداتنا بتقاليدنا بصغيرنا وكبيرنا، كل مغربي متابعنا تبارك الله عليكم، والله يدوم عليكم الصحة إن شاء الله. وشكرا لأنكم متابعينا في هذا البرايم هذا الليلة، ضحكنا نشطنا وجو رجعوا الأجواء المنافسة في الباكستيج. سفيان نعوم، إذن نعود إلى التحرك وسنختار رشيد رافيق. خذ راحتك رشيد. رشيد يلا كونتراتك رشيد. احنا نختار، احنا ما اختارينا، اختاروا عاوتاني انت. بما ان رشيد هو اللي عطانا نختاروا، احنا غنديروا غنكونوا قانونيين. وقف انت وياسين هنا، وقفوا. شوف احنا نغمضوا عينينا، واللي جات فيه العلامه واللي غير صافي. المهم لي كوتش بطريقتهم غيختاروا. رشيد انا اختار. اذا رشيد هو اللي غادي يختار. تزارين من كازا الدار البيضاء. تزارين، لا 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 تزارين. اش من سكتش تزارين؟ صراع الاجيال. تزارين من مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا كيفاش حضر تزارين المرور ديالو هذا الليله نشاهدوا جميع. شنو هي الحاجه انت اللي ما عجبكش ما مرتاحش فيها؟ نقدوها. شنو هي الحاجه اللي مرتاح فيها؟ كما كتقولي انت ديما الكتابه والحفظ هادو لا مزيان، كنعتبرهم من نقاط القوه. نقاط الضعف اللي عندي هو اللعب لوجو. بان واحد التحسن، كاين واحد التحسن في لوجو. انت عندك مشكل في تقمص الشخصيات، خاصك تعرف بانك انت كدير ستاندارد فغي. الا بقيت مثلا كشرحت لك هادشي صوبت معك كلشي، اذا نجيب واحد شنو غتستافد انت؟ بالعكس انت خصك تعرف الطريقه، وانت من لي كونديدا اللي عرفتي الطريقه فيت في وليتي خدام عليها وبغيتك تحمر ليه وجه ان شاء الله. الله يحشمك، الله يصبر الله عليك، الله يحفظك، الله يحفظك. سمير تزارين خدا الملاحظات اللازمه على السكيتش من عند الكوتش رشيد رفيق، وبدا خدام عليهم في الاكاديميه باش السكيتش ديال صراع الاجيال يكون عامر بالضحك. صراع الأجيال على طريقة ممثل ضرب سلطان ولد الدار البيضاء سمير تزارين. السلام عليكم. شوفوا الفرق بين القباح ديال بكري والقباح ديال دابا. بكري من سميته كتعرفوا قبيح بلا ما تحتاج تشوفه، عبد القادر الجمل كان الا وقف عليك يا ربي السلامه الشمس تغيب تولي الظل تحجب عليك الرؤيه. احمد الغول
كان كيسرفق عاود كيقلبوه الكارو ديالو. كانوا قباح وصحاح وما كيتعداوش على عباد الله. قباح مع القباح ودراوش مع الدراوش. قباح ديال دابا في متر ونص تيوزن 52 كيلو تحيد ليه الشعر تبقى 40. واللقب ديالو ولد هودة. وشبعان برودة. ما كيحترم لا كبير لا صغير ومربي كلب. داك الكلب مسكين تعيش معاه العادات. ما تيخسر عليه حتى ريال. ما تعرفش شي حاجه سميتها الكروكيت بتاتا. تياكل الماكله ديال الدار مرقه كسكسو عدس تقليه رفيسه سباكيتي بيض مطيشه كيشرب اتاي والنهار كامل والنهار كامل ويدور بيه في الزنقه ويعيق على ولاد دربهم اسي اسي وما كيعصيش كلبو ما كيحترموش. أسي لا ولا انتير الكلب اللي ياكل المرقه وكسكسو العدس والتقليه قولي ريح غير ريح. ومسكين مكترج ما كياكل الماكله ديال الدار الماكله ديال الدار ما بقاش كينبح ولا تيقول اوف ولا تيصوت. ونهار كيكون غادي للبحر كيدي معاه كلبو يضرب معاه التصويره بوستها في فيسبوك يكتب على لي الوفاء عنوان وفي الروتوت يركب على الموتور يقول لي تبعني 10 كيلومتر ديال الطريق فين هو الوفاء فين هو الوفاء في الموضوع كاينه في العنوان اما في الواقع فط الوفاء على راسه. وكيدير شي زبايله ولد هودة يغرق فيهم جمل بمولاه كتقول هذه هي الاخره ليه ولكن لا في اخر لحظه كتدخل هودة وكتفاريها ولا جات شي وحده عندها تبرى لها من ولدها كتبقى تحلف وتعطي القلبه شوفي يا اختي انا ولدي والله تا مربي ما يديرهاش انا ولدي تابع العين ولدك وعي كامبي. تابع العين اش من عين عين حروده عين قديده عين لوح ويرا حاجه واحده اللي كتبعو النهار كامل يصطفط ومن كترت معز عليه ماما هودة واش ما في يديه امي قبل كل شيء غير في الكوميساريات والمحاكم. حتى ملي كيبغي يحلف عنده حلفه وحده كيبقى يعاود النهار كامل الله يطير عليه ديك امي اللي في الدار اليوم الجمعه كيطيرها شي 40 مره في النهار ومبغاتش تطير. وكيحدد لك المكان والزمان ديالها في كاينه حلفه بلوكاليزاسيون ديالها. وكاع الناس نورمالمون ملي كيبغي يديروا لايف كيديروا مع 8 مع 9 ديال الليل ماكسيموم 10 كيكونوا باقيين فايقين الناس الداعمين واصحاب كابيسو كابيسو اصحاب خويا شجره شجره سبع سبع عافاك عافاك قنيه. اصحاب الطلبه برو ماكس الا ولد هودة نفسه هنا ما باغي لا كاسكيطه لا تقشيره لا صنداله داير لايف مع الربعه ديال الصباح ديروا الجنون وفيه 45 دقيقه تقول غيشرح لنا ظاهره الاحتباس الحراري وتصحر التربه وخويا دير لايف في 45 دقيقة زيد ربع ساعة ودير لنا ساعة في الجحيم. ورا ما بيه لا لايف لا والو عنده شي قطيبات باغي يشنشطهم في المباشر وتقاسمهم مع المشاهدين. ربع ساعة الأولى ديال اللايف هو ما كاينش حط تليفون أونفاس مع طابلو فيه تصويرة ديال الكلب وطلق مورو مع الفجر. وتتسمع الصداع باق برب الله قروينا هو ما كاينش في اللايف وصداعو كاين كيقلب على بريكه مو ضرا ليه. ومن كثر ما كيتعطل ولد هودة ما كتشوفوش في اللايف كيجيبك الله بحال داك الكلب اللي في الطابلو هو اللي يدير لايف. شويه كيدوز كلبو من قدام التليفون تيشوف راسو في التليفون كيشوف الكلب اللي وراه في الطابلو تيقول اوف. كتكون انت جالس كتفرج ديك اللايف كتكتب ليه كوشي كوشي ما تيكوشيش كتعاود ليه المره الثالثه كتجي طيح المكنه ديال الضو. لايف كلباوي. واخيرا وبعد مرور 45 دقيقه تيبان ولد هودة في المباشر وباقي ما لقاش البريكه. جايب شمعه صغيره شاعله يلا كيحطها تيبغي يشوف اللايف كطفى ليه كيعاود يرجع للكوزينه يشعلها تيعاود يرجع يلا كيحطها كطفى ليه كيبقى غادي جاي غادي جاي الليل كامل. وفي الاخر ملي كيجيو في اللايف تلقى ثلاثه اللي تفرجوا فيه ولد ناديه وولد نعيمه وعبد ربيه.
كيطلع ليه الدم تيتعصب اوه كلشي نعس ورا كلشي نعس بقيت توكل بك لي فايقين حتى كيبغي يسد داك اللايف كتبان ليه مشاهده اخرى طلعات كيديراه خويا حبوبه من الكبار ولد هدى من داك النوع اللي كتلقى طالق الموسيقى في الدرب مخدب بلال ومجهدها كيسمع الاذان قال الله اكبر تقول طفي 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 الموسيقى كطفي وكيبقى داوي هو واخلي الموسيقى خدامه هو الاعتقاد ديالو ودماغه خاصها الموسيقى تسكت اما هو يجوز يبقى يهضر كيستعمل جميع البليات اللي كينعسوا بنادم بنهار وكتلقى بالليل تيدور عيني خارجين بحال الجن كتقول لي ماكس ماك باغيش العيبه نطيح بها الراس داكشي اللي استعملتي النهار كامل اش طيحتي به التفاعل تدوز من حدا طوموبيله ساويه 200 مليون تقول لك ترى فلوس خسرناهم ما سافر المحطه ما كيعرفهاش فين جات اخر مره سافر في 1995 داوم المخيم الاطفال على حساب الجماعه والمشكل مابقاش عقلت فين داوهم شكرا ويدرب سلطان سمير تزارين بهدوء قدم سكتش ديالو تنتمنى لك كل التوفيق الله يحفظك اخشي ونتعرفوا على رأي لجنة تحكيم البرنامج تزارين بغيت نقول لك تزارين أجبني الثقة باش دخلتي والثقة باش قدمتي سكتش ديالك كتابة مضبوطة أعطيتي الكل كلمة الحق ديالها كل موقف قدمتيه بالنسمات ديالو بالأريحية ديالو بالفضاء ديالو بالشخصيات بالزمكان اللي هضرتي عليه غير حاول أنه ما يتسلش الشخصيات اللي كتقدم وهاد الحركة هذه حاول تضبطها أكثر في الشخصيات اللي كترسم سينو تبارك الله عليك أمتعتني دنيا يا دنيا أيوة يا دنيا قد تم بحكتها جاني الجوع سامير الله العظيم جاني الجوع شوف سامير أنا كان بقى نتسنى حضورك من سكتش الأول بفارغ الصبر لأنني كان حس بك غيال أنا كل ما هو حقيقي كاين في المجتمع كيعجبني كيقصني أنا مني كنت فرش سامير كنت فرش في الدرب قد ما بقيتي غيال قد ما ضحكتي الناس قد ما جريتيهم أنا كان نحس بك كتستمتع بداكشي اللي كتقول علاش كيف قلت لك دائما غنرجع لك لانه هو حقيقي كاين سمير ملي كيكون انا كنتفرج في الدرب كنحس سمير حاط لي درب السلطان كان بغي نتفرج فيه انا عجبني بزاف ذكائك حتى في اختيار الاسماء باش ما تقولش لينا ولد فلانه ولد فلانه وانا عارفه وانت عارف ها اسماء اللي نقدر تكون عاديه بلديه ولكن غتلقى مولاها كاين وتقدر تسطح معاه فشي درب يقول لك علاش اخويا سميتي مزيان انا كنبغي الفنان الذكي دائما خدم بذكاء وتعامل معه بذكاء بالحوايج اللي بانوا للناس بسيطين ديطاي عادي ولكن هو راه كيعني بزاف ديال الحوايج وكنتمنى سمير انك تشبت بحلمك لانك بصح بصح مشروع ديال ستاند اب واعر شكرا لك بالتوفيق لك سمير الناس محمد بغى يقول لك شكرا بما اننا كنتكلموا على منطقه درب السلطان جوهره مدينه الدار البيضاء بامتياز مع احتراماتي لباقي الاحياء كلها طبيعه الحال لان كلنا مغاربه فكرتيني في المرحوم الباجي عبد الكبير وخديجه الكدالي الشاوش بوعزه اللي عقلتي عليه الشاوش بوعزه كان كوميدي كان مع البداوي وكان معروف بالكاسيت ديالو يامه الاشرطه الشاوش بوعزه كان دائما عنده من الوقفه ديالو من الشوفه ديالو من المواقف ديالو دائما كاين واحد السخريه ديما واحد الانسان عنده موقف بشي حاجه كلشي مقلق وتا حاجه الله يرحم الباجي عبد الكبير من خلالك الشاوش بوعزه شكرا لكم السلام عليكم شكرا لك بالتوفيق لك سمير مشاهدينا الكرام نتمنى أن المنافسة تستمر بهذا القوة بين المواهب الكوميدية والكوتش أيضا شكرا جميع الكوتش على المواهب على المجهودات ديالهم رفقة الكوميديين خلال البرايمات كاملة نرجعوا للباكستيج علي سامر علي سامر علي سامر علي سامر برافو عليك سامير تحية لك وتحية لدرب السلطان اللي كتنتج لنا فنانة بحالك مريتي بالبرايم الأول ديالك وهذا البرايم الثاني واش حسيتي براسك كان تحسن وكان ديفلوبمون يعني كان تطور أنا أصلا خدام على هادشي بأنني نكون في برايم الثاني أحسن من البرايم الأول
برايم الاول بنت بواحد المستوى زوين مابغيش نبان ناقص. وشنو السر ديال هذا الهدوء ديالك؟ يعني كنلقاوك بينا فوق الخشبه انت كار من السر من اجي خويا راشد. السر تصفيقات على رشيد رفيق اكيد وعلى كاع لي كوتش ديالنا. بغيت نقول لكم واحد القضيه على تزارين، فهو واحد الانسان اللي ديما تنشوفه خدام وشاد الكتاب، يعني يعني كيبغي يعني كيجتهد. برافو عليك خويا، واليوم عمرتي لي وجهي بهذا المعنى. التوفيق لجميع المواهب الكوميديا. اليك الخط زينب. انا نرجع من جديد لصاحب القرعه لان محتاجين كوميديا او كوميدي. شكون رابع مشارك في هذا البرايم هذا؟ إذن دائما في إطار الوضوح ستتضح لنا الصورة. هكا ياسين ورينا الكاميرا، وريها الكاميرا باش تكون سعيد ووديع. سعيد ووديع. شكون غادي تختاروا؟ بما أنه احنا ثنائي اي ثنائي سمية أميمة من مدينة الرباط. العنوان ديال السكتش ديالكم صناعة المحتوى. صناعة المحتوى. إليك الخط زينب. سمية أميمة كيفاش وجدوا البرايم الليلة؟ نشاهدوا جميع. عطيوني سكيتش وعطيوني الانرجي. داكشي علاش قررنا نديرو قناه في اليوتيوب. عطيوني لاشويت ديال 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 سكيتش. صافي لالا نديرو مقالب. دابا نتوما عارفين البوان فور عندكم فين كاينه، من تتخليو لو سكيتش وتدخلوا فحال امراه مع بنتها كعدا، هادي عندكم القوه هنايا. فين تيبدا يبرد عندكم سكيتش قبل ما تدخلوا السيتياسيون هنا فحال اللي تيطيح واحد شويه دريتم، وهادشي اللي كنوقع المره الاخرى. ومزيان تبارك الله عليكم. ثنائي أميمة وسمية خدامين على السكيتش ديال صناعة المحتوى بعد ما خداو ملاحظات الكوتش ياسين عبد القادر، وبداو كيوجدوا وكيحضروا وكيجهزوا باش يكونوا واعرين هاد الليلة. نستقبلوا هذا المرة الثنائي النسوي الوحيد في هذا الموسم من برنامج ستاند اب، سمية وأميمة. زيدي واكتيفي لي الجمال. يا ويلي هاد درنا في السكيتش اللي فات. قولي لي ماذا يقول الشاعر؟ يقول الشاعر: جدي صنعة الى مغناتك تترك. واهم صنعة تكون عندك في 2024 هي صناعة المحتوى. هي راه كتغنيك ولاني ما كتستركش. ايوا مني كتغني كتغني. قلنا نديرو قناة في اليوتيوب. المحتوى الاول وصفات في الطبخ. كيف تحضرين كيكة الشوكولات في 5 دقائق؟ يا ويلي رحنا طيبناها في 5 سوايع. لا هبيلة، راه غنمونطيو اليوم مع 5 دقائق. كنحتاجو سيداتي السكر والفارينة، الفاني والخميرة، الحليب وقولي الشوكولات. ولا ما عندكش؟ ما غنديروش الشوكولات. طيبنا الكيكة وما صدقاتش لينا. صدقات لينا عبطبوطة. بطبوطة وعندي عقلية كيكة بالشوكولات. ما درناش الشوكولات، درناه في العنوان. بدلنا المحتوى ودرنا نصائح في الجمال. وما صدقاتش لينا. قلنا علاش ما نديروش محتوى رياضة اليوغا. جرباتها جميلة جارتنا، دخلت لبيتها ودورت بها 66 شمعة، جلسات كاتكو سونترا عاد دخلت عليها أمها. مشى يا ويلي بنيتي ولا مشى الهلا يردو حور ليش؟ لا مي ما تفهمينيش غلط، هذه راه رياضة اليوغا كتخليك تكونسونتراي. وتكونسونتراي يا بنيتي. وتكونسونتراي يا بنيتي على بيتك وجمعيه وماريوك
قني. لا مي ما فهمتيش، هي دير كتخليك تجمعي الطاقة. هاو جمعتي الطاقة؟ يلا هو نوضي جمعي الوقفة وسيري جمعي ديك الكوزينة ولا غنجمع بنتي بنص. وما صدقاتش لينا، قلنا علاش لا ما نديرو سكوتش مونطال. اليوم غنديرو كيف تكون امرأة قوية. جانا أول اتصال. ألو وي لالا. وي لالا عفاك، بغيت ندير معاكم ديك الحصة ديال كيف أكون امرأة قوية. مرحبا لالا، هانتي عاودي مورايا. أنا امرأة قوية. أنا امرأة قوية. لا لا لا، ثقي في راسك وقوليها أنا امرأة قوية. أنا امرأة قوية. بليفا. أنا امرأة قوية. إيوا الحمد لله على سلامتك لالا، دابا تقدري تخلصينا 1500 درهم. هادشي بالفلوس. أييه. إيوا عاودي معايا لالا. أنا تخلصت. أنا تخلصت. لا قولي هاوتي تايقة في راسك. قولي هاوتي تايقة في راسك. أنا تخلص. أنا تخلص. بليفة. أنا تخلص. إيوا حسبي صرفك على لالا وما صدقاتش لينا. شنتي لابقيت تابعك، ما غنصور تدرم، غندير محتوى ديالي بوحدي، محتوى في الرجيم، كيفاش نقصي 20 كيلو بالصيام المتقطع. لا هادر انا اللي خصني نديرها. واخا لالا مشي معاك على قد عقلك. ها انت درتي الوصفه، فين هي النتيجه؟ يا ويلي ساهله، ها قابله وها بعده. واذا المحتوى ديالي صراحه ما كرهتش نضعاف، حتى انا ما كرهتش نغلاض. تبادلو. نتبادلو. باش كتحسي؟ كنحس بزاف. وانتي باش كتحسي؟ ما كنحش. اش كديري؟ كندير السم اللي فيك. ها؟ ها؟ وانتي اش كديري؟ كندير الغباء اللي فيك، كندير التبوهي اللي فيك. دوزي على بلاصتك لانت عادة. قولي لي الا بغيت قولي لي الا بغيت نضعف شنو ندير؟ ساهله، غديري الصيام المتقطع، عاد تاكلي تفاحه في الصباح وتفاحه في الغداء وتفاحه في العشاء. صافي صافي. وناكل تفاح؟ مال تفاحه يخلعني. مور الماكله ولا قبل الماكله؟ حامضه. مع التفاح والعصير؟ ما تعيقيش، انا راه داويه معاك من نيتي. وانت اللي ما تعيقيش، اللي كتقولي لي الصيام المتقطع، انا قديت على الصيام العادي. لا انت حق عليك يا ودي، ما تفكرينيش باقا نعقل. العام الاول اللي صمت جات عندي امي جايبه لي بانيو ديال الحليب. ليش؟ قالت لي غتصي وجهك بياض. عدى الحق، حمدي الله جاتك غير في الحليب. انا راه 3 ايام وهي سادة عليا في واحد البيت، قالت لي ما خاصني نشوفك التراج. ها شنو وقع؟ لا الحمد لله، باقا دابا ما كيشوف فيا التراج. وفين غايشوفو انت اللي عطستي تفدعي؟ شنو هو؟ راه واخا تشوفيني بحال هكا، راني حادقة كنوجد شي شهيوات تاكلي عليهم صباع يديك. اش غتكوني كتوجدي كاع؟ لوكمي. يا ويلي اش هادشي؟ بريوا. يا ودي يا ودي يا الشهيوات يا ودي. لوكمي تو. اش هادشي؟ فلو. واش كتخربقي؟ تخربيق؟ ورا نمشي معاك بعيد وندير لك الصفوف والله تتشتت لك هنايا. لا لا، ملي وصلنا لهاد الماصل راه ندير لك الحريره هنايا. لا اميمه، غسمحي لي يا صحيبتي، انا اللي غندير الحريره، انت غديري العظم اللي في الحريره. هاجي والله حتى كنعرفو نتعاطاو، كدرنا على محتوى هاد المعاطيه. لا 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 لا، تشد المعاطيه ما معطيش لينا، غنديرو داكشي ديال التلويم المغناطيسي. فيه الفلوس؟ يا ويلي على فيه الفلوس؟ الفلوس كالروز غتبعيني ياك. وشكون اللي غتنعس؟ انا اللي غنعس. لالا يلا ها انت نحسب حتى ثلاثة نعس. سيري خويا. مستعدة؟ مستعدة. واحد جوج ثلاثة. تخيلي معايا انت غادا في واحد الغابة. مالك؟ الغابة خفت بالليل ولا بالنهار؟ تي راه حنا غا كنمثلو نعسي. تخيلي معايا انت غادا في واحد الغابة بنهار وزقزقة العصافير والفراشات
وخرير المياه. خرير شنيد شنيد خرير نعسي. وفجأة شفتي فارس الأحلام ديالك. يناو تيلاش تيلاش حليتي عينك يا ويلي؟ راه فارس الأحلام شوفو أنا نعسة. سومية رحنا كنمثلو كنمثلو. دوزي تلعسي. وصلنا حتى الفارس بديتي تمثلي عليا. انا اللي غندير هادشي ديال التنويم المغناطيس. كتفهمي في هادشي؟ انا راه خطيره في هادشي ديال المغناطيس. يلا سير. تخيلي معايا انا وياك في الغابه. انت كيفاش انا وياك قبيله فاش كنتي هنا صيفطتك بوحدك؟ دابا انا وياك. تعرفي مصلحتك قدي. لا نعسي وسكتي الوقت خايبه. الفراشات وزقزقه العصافير وخرير المياه. فجأة بلك فارس الأحلام ديالي. كيفاش فارس الأحلام ديالك؟ قبيلة فاش كنتي هنا قلت لهم فارس الأحلام ديالك، دابا كتقولي لهم فارس الأحلام ديالي. ورانا ما قلت والو، قلت غير داكشي اللي كنتي كتقولي. لا لا لا، هادشي ديال المحتويات ما عطانيش، ما عجبنيش صراحة صاحبتي. الله يرزقها الصحة والسلامة والخرير. ميرسي. سعيدة أنه هذا الموسم الحضور النسوي قوي، كاينين شابات تيمثلوا الكوميديا المغربية، ونتمنى التوفيق لجميع المواهب الكوميدية. تعرفوا على رأي لجنة تحكيم البرنامج سكتش ديالكم، ونذكر بلي انتم تكلمتوا على عالم صناعة المحتوى. دنيا دنيا دنيا. نعم اختي نعم. اش بان لك؟ سميه واميمه، موضوع جميل ديال صناعه المحتوى، حتى هو فيه بزاف ما يتقال، وفيه بزاف ديال لي ديتاي، ولا بديناه ما غنساليوش لانه اصلا في الواقع ما كيتسالاش. انتم بجوج كشخصيات انا صراحه معجبه بكم، كيوت حليلوات على القلب وفلاسين، كتخليو بنادم باغي يتبعكم، باغي يسمعكم شنو كتقولوا. الاكسبرسيون كوربوريل ديالكم عجبتني بزاف، خصوصا ملي كنتو كتقلدوا هادي حلو هادي فلون هادي بريوا هادي كذا، يعني بينتوا لينا واحد شويه بانكم عندكم بزاف ما يتقال، خصوصا في الاكسبرسيون كوربوريل. انا بغيكم تخدموا لي شويه على الصوت، ها ما نبغيش نسمع الزعيق. قلبوا لي على شي خامه صوتيه اللي ما تضرش الناس في ودنيهم بزاف. تبارك الله عليكم، كنتمنى لكم التوفيق. سي محمد الخياري، اشنو بان لك في اداء اميمه وسميه هذه الليله؟ وعلى هو يقد يهضر. علاش معدنا ثنائي نساء؟ بعدا كنشكر ياسين عبد القادر لان اختار لنا ثنائي نسائي. وسيدي محمد جالس وسط جوج ديال النساء، ها ولقى المناصفه المناصفه. غيت تزربوا غيت تزربوا غيت تخسروا وجهكم غيت تزربوا. راه كون قريتي اش كتبت انا راه بيتي تندمي. أميمة وسمية، قدمت لنا موضوع أساسه أو ينطلق من النقد الذاتي لوتو ديغيزيون، ولكن اللي جميل عندكم هو أنها كانت خالية من الجريح. ما سقتوا لتا شخصية ولتا الجنس بشري قلدتوه، ما سقتوش ليه حتى البريوة حطيتوها كيف هي خصها تكون محطوطة والفلون. غادي نقول لك شنو كتبت، لأن أنا كنبغي نوثق ملي كتكون شي حاجة كتعجبني. كتبت ثنائي نسائي متوازن، موضوع الساعة يعني آني، تعبير جسدي ساعد على نجاح الموضوع، قليل من الصراخ، إياكم وتطيح الريتم. شكرا لك سي محمد الخياري أميمة وسمية، كنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. لحد الآن مشاهدينا الكرام تابعنا أربعة المواهب الكوميدية، مازال جوج غادي يقدموا سكتشاتهم الإجبارية أمام لجنة تحكيم البرنامج. وللتذكير فقط في نهاية هذا البرايم أربعة غادي يمشوا معنا ربع نهائي ستاند اب الموسم الثامن، دائما احنا معكم على القناة الأولى. نرجعوا للباكستيج من جديد. وسمية هكا يكونوا بلاد الجنة. هيا وهلا وهلا سمية وميمة.
برافو عليكم. الله يبارك. كان انسجام واضح. لقيتوا المحتوى ولا مازال؟ أميمة عندك سمية باردون كاين عيد ميلاد اليوم ياك؟ زين برا عيد ميلاد ديال سمية اليوم. سمية للعيد ميلاد تاعك مع تصوير هذا الدراري جويوز انيفيرسير. يلا مرحبا سمية جويوز انيفيرسير سمية جويوز انيفيرسير سمية جويوز أجواء رائعة. نتمنى أنها تكون توصلكم لبيوتكم فيما كنتم متابعين على القناة الأولى في برايم الليلة. عودة من جديد للمنافسة، ما زال جوج ديال المواهب الكوميديا صاحب القرعة، شنو غادي يعطينا؟ إذا سيدتي وسادتي حاليا غنبداو في القرعة يعني الخامس المتباري الخامس بالشفافية والموضوعية. شكون اللي باقي ما تغلينا عوتاني وزعيني عوتاني. يلا عطونا خامس بنياس يوسف من مدينة أسفي. كيفاش وجد راسو ممثل مدينة أسفي يوسف بنياس لهذا المرور؟ نشاهدو جميع. يوسف بنياس عطيني كيتش ديالك معاش كيفيق السوفاجي مزيان، معاش كيفيق السوفاجي وكيفيق معاك هذا ويلي دوت معاك يزيك كذا. جمع لي الحوار. ما نكذبش عليكم الوالد هادي الضحكة هادي علاش ما كديرهاش هادي هاد الابتسامة تمتع صاحبي قول لي السلام عليكم كتا دخل قول تيكس ديالك تيق في راسك. تبارك الله عليك. الله فيك أستاذ. ممثل مدينة أسفي يوسف بنياس خدام على الموضوع اللي جا فيه في القرعة وكيحفظ ويعاود باش يكون المرور ديالو فوق الخشبة اليوم من داك الشر فيه. نستقبلوا بحرارة ممثل أسفي يوسف. السلام عليكم. كنا كنعرفوا المشرمل ولكن ما عرفناش باش مشرمل، واش بالزيتون بمطيشة بالحار ما عرفناش، ولكن اللي خصكم تعرفوا هو جد هذا المشرمل شكون هو. هو السوفاجي. ومن جات هذه كلمه السوفاجي؟ جات من عدد داك اللي كيكون شاد الراس تاع الدرب وما عنده ما يدير واللي داز كيعيط عليه شوف اجي شوف اجي ديك شوف اجي شوف اجي وهي تعطينا السوفاجي. هذا السوفاجي هذا غالبا كتكون سميتو معيزو وكان كيوشم هنا امي زعما راه ما قاريش. ومعاش كيفيق هاد السوفاجي؟ كيفيق حتى الوحده ديال النهار خاسر بجوج لزيرو ولا دويتي معاه يماركي عليك الثالث. وكيشعل واحد نص كارو طافي من البارح واحد البيت مظلم على الريق. واول حاجه كيفطر بها هي الشوفان ماشي اللي في الجبانيه، كيحل الشرجم وكيشوف شنو طاري في الدرب. اللي كيرجع يكمل الفطور وعنده واحد البراد محيده ليه الغلاقه، الغلاقه راه دايره طفايه كيكب منها واحد الدكيكه تاع اتاي بارده سميتها التلصيقه ليها شي ربع ايام ما كيسخنهاش حيت الراس تاع البوطه تا هو باعو وما كيشربهاش كيدوز بها غلاماس كيجيبها حتى كتمس القنوفه وكيعاود يردها كيديرها في يديه وكيخرج معاه واحد الكريسي ديال البلاستيك داك اللي كيدو لعيالات الحمام فيه واحد الشقة من الجنب هذاك الكريسي. داكشي علاش كيبان لك هذاك السوفاجي جالس في الراس تاع الدرب عوج، راه ماشي بريستيج ولا عياقة لا، راه كيكون جوانيابل ولا مشى تا جلس مقاد فوق هذاك الكرسي ملي غيبغي ينوض راه غادي ينوض هو الكرسي قد قد. اوكي جلس واحد شوية كيبقى يسلم مي فاطمة. الله يعفو عليك مي فاطمة. بالي بالي الله يحفظك. سلم لي على الوالد الله يحفظك. كيعياو لي هاد الليدين بتسلام شويه كيتمدي شي واحد تاني ما كيعرفوش ما كيسلمش عليك بقى تابعو بعينيه تابعو بعينيه ومن بعد كيدير عليه واحد ستوري. كيرجع تاني للدار كيبغي يحل الباب
كيلقاه عاصي الحيلاني ملي كيدخلهاش منك يا وائل كافوري في ديك الدار، كيلقى الدار مازال مظلمه كيلقى الدار مازال مظلمه كيبغي يشعل الضو ما كيشعلوش من لانكاسه، لانكاسه راه كاع باعهم، كيكون زادها واحد جوج خيوط هذاك النوتر مع الفاز كيمشي ديريكت للديجانكتور كيشعل منه المكانه، كيشعلوا البالي في خطره بحال عنده قاعه الافراح، داكشي علاش هو كي شكرا داكشي علاش هو كيجي الضو غالي وما كيخلصوش، وكينوض يدوا ليه المكانه وكيبدا يعرعر في الدريبه، كينوض الجيران يتفاردوا ليه بشي بركه باش يجيب المكانه وكيطبها، حيت عارف المكانه راه في سميت الوراثه، وساكن في واحد الدار مهدده بالسقوط حيت ما كتقراش مزيان وما كيدخل عنده حتى شي واحد من الجيران، كيخافوا تريب عليهم، وهذيك الدار عنده فاش عامره عامره بالخاوي، والكتبه في الحيوطه واحد الثلاجه حتى هي دايرها ماريو معمرها بالسبرديلات، خاشي فيها واحد الكاربيراتور وكردابو تاع سونتروا ومجمر مقلوب، كيهز فوق منها واحد السجاله دوباف خدامه فيها البوطونه ديال الشعيل، كيخرج الراس الدرب وكيبقى يعاود في ديسك واحد، وراني مره هنا ومره لهي، كيبقى يعاود في هذاك الديسك يعاود فيه يعاود فيه حتى كيسالي الحجر تاع السجاله، كيولي هذاك المغني مسكين حتى هو ملي كيسالي الحجر تاع السجاله كيقول وراني مره هنا وراني مره هنا، ما كيبقاش عنده الجهد باش يمشي ليه، وفي الليل مسخوط الوالدين كيجمع دوك صحاب خليتي فيها كيجمعهم في الليل وكيدير واحد القالب كيدير واحد الباندا كيلوي على يديه باش يسولوه مالك، كيبدا يكذب عليهم كما كيبغي يسولوه مالك، هو راه هو اللي كيبدا يسولهم علاش نعسوا الباه، كيقول انا عسنا مع 12 ناري ما حضرتوش لواحد المضاربه البارحه صاحبي مع 3:30 اي كيفاش وقع لي مشيت اصاحبي هذا بيقا بغيت نجيب شي كويروات ترى وقفوا عليا الستة ايه وشنو درتي معاهم؟ واتخوك اصاحبي راه سبعة اصاحبي ترى وقفت حسكة اصاحبي، جا الاول وانا ندور ونعطيه، جا الثاني وانا نوحل ليه القمقوم ديال صباطي في فمه، جاو جوج ونزديهم تتسلتوا ليهم صبابتهم، جا الخامس ونصلي معاه واحد الصلية ماق تشعلت لي العافية في قميجته، ونسلت واحد نطرقة سلفتها لواحد فمه خليت ليها الدرس الوراني. أواه أنت صاحبي أنت يا صاحبي رجعت لومبيلونس أصاحبي. واه وكان ما سمعنا هاد لومبيلونس حنا كنا في الدريبة. تلا صاحبي رجعت لومبيلونس ولكن جات سيلونس. راه واخا هكاك واخا هكاك هاد السوفاجي كان ظريف وكان ما كيتعداش وكان عنده ما يسمى بفل العيش لاغ دو فيفغ، راه كان كيدير واحد القالب في الدريبه كيدير واحد الشوايه ديال السرديل كيتمدي شي واحد باللي فيه ما يدار كيعيط عليه شوفه اجي شوف اجي تالا صاحبي دير يديك مع ناس تالا، كيجي السيد مسكين على نيته يلا كيبدا في السرديله الاولى الله يما على وقفيتك الله يما شي مويني الله يعفو عليك اشو وش قوي الروات الله يعفو بوك ارتي بوك راه مدوز دوز معايا 7 سنين الله يعفو عليه، وملي كيتحنسر كيقلبها سينيه كيدير واحد السينيه بدا يتسارع على الحوانت والناس السلام عليكم الله يما تعاونوا معنا نديروا العشاء لواحد المراه الله يجازيكم بخير شريفه واحد السيده بغينا نديروا لها العشاء، وفعلا كيجمع شي بركه كيديرها في جيبه وفعلا كيلقاوه مع شي واحد المراه في سناك شاد لها كسكروت كيبقاوك كدور الايام كدور الايام والصوفاجي كيقرر يتزوج وبه من هاد المره بالعيشوريه، هاد العيشوريه هي واحد النوع من العيالات عزيز عليه الكوميساريه الا ما مشاتش لها شي مره كيضرها راسها شريعيه وعادها مع القانون، ومره مره كدير البيانو هي اللي كدير دارت مع العيالات وكتاخذها هي الاولى وكتدور فيهم وكتدور ميا وعزيز عليها القطران عزيز عليها القطران وكطيح ماشي على السواكن كطيحها على الهوته ملي كت
هما اللي كتزوج بالشوفاجي بحال الا لقيتي العافيه مع ليسانس كيولوا ملاهينا مع بعضياتهم كيولي غوتو مواصل راس تاع الدريبه كتسمع واك واك اي بدله واش هذا ما ماشي خدم ولا مالو كي جوج جيراني طلوا تما الشوفاجي ما كيرضاش كيولا انت سكتي فضحتينا تخلينا مستورين كيجري يجري الشرجم كيبغي يصد الشرجم كيتفكر بالله راه هو راه دابعو واخا هكاك واخا هكاك هاد العيشوريه راه كانت واحد الانسانه معقوله وفيها النفس حاره كتعاود تجهز هذيك الدار وكتعاود ثاني تجيب المويعنات وكتعاود ترد المكانه ديال الضو وكدير للسوفاجي كروسه ديال السوسيس واخا هذاك السوفاجي هذاك اول نهار غادي يخدم فيه ما صدقش هو هذاك دارت ليه كروسه تاع السوسيس عيط على صحابو دار ليهم العباسيه ضرب لها راس المال كامل وهي تجي تحيح عليه ولات مسكينه هي اللي مقابله الكروسه مقابله البيع والشراء وكلفته بمهمه واحده قالت لي شوف غنكلفك مهمه واحده غتستقبل ليا الكليان وفعلا ولا كيستقبل الكليان بهذيك السميه ديال الشوفاجي هاد المره خدمها تجاريا ولا كيقول الكليان شوف خويا اجي مرحبا بكم شوف اجي شوفاجي شوفاجي ودابا راه دايرين واحد سناك في اسفي سميتو شوفاجي فود شكرا يوسف تبارك الله عليك وكنتمنى لك كل التوفيق يا يوسف ومن خلالك تنحيو الناس ديال اسفي قدمتي سكتش ديالك نتعرفوا على رائد شنو تحكيم البرنامج في المرور ديالك هاد الليله دنيا اش قال لك تا كضحكي من قبيله دنيا لا ما يمشي تا بلاصه دنيا اش قال لك فين دويت باش تقولي لي اش قال لك لا دويت معاك قبيله ذكري مولاي انا راه حاضيه انا وهي هذيك الله سيدي خويا رايك واش قال لك قال جاي يوسف نقول لك واحد الحاجه وزعما من قلبي خالص يعني مهما يقولوا الاساتذه مورايا من قلبي شوف كنت منك تبقى لانه بصح ضحكتيني ديال بصح وتطورتي بواحد الشكل كبير انا الصراحه فاجئتيني وصراحه جو ريميرسي رشيد فريمون بانك خدم معايا كبير تحيه للكوتش رشيد لان اللي شافك في الاول ما غنشوفكش فريمون بصح دابا يوسف تبارك الله عليك شكرا لك اش قلتي اش قلت في القى اش قلت في السيد ولا اش قلت ليها في جوج انا ما قلت ليها والو فاش كنتي كتسولي انا كنت صامتا كنت صام قبل ذلك كنت هاجرا شنو رايك اليوم في المرور ديال يوسف هذا صديق ديالي بعدا كنعرفو سنين كنعرفو داز عندنا مرارا في لي كاستينغ واحد الخمس سنين ولا اكثر كان كيجي عندنا انا اللي كتعجبني عندك انا غادي نقسم لك ماشي انا السكيتش ديالك ينقسم الى قسمين عندك واحد البرودة في الأول ما عرفتش علاش خليتيها تسكنك علاش حيت انت متضلع نقولها لك انا بقيت ولا مشيت انت متضلع في لو جودمو كنعرفك ان عندك مال جودمو مخلوق معاك ولكن احيانا كتعول عليه ملي كتقول بغيت نحل الباب ولقيتو عاصي في الحلاني فهمتي هذه خصك تلعبها بغيت نحل لقيتو عاصي في الحلاني ماشي لقيتو عاصي في الحلاني وقتاش تمجهدتي وسخنتي هو من يدزتي عندك للدار في ثلاثة الصباح ويدير الفاصمة في يده شخصتي علاش ما تكونش من ديبار هكو كابينيس وراك زوين ونتمنى تبقى معنا ناخذ الرأي لطيفة أحرار هذه المرة يوسف عبتي يوسف انت خلق لراسك واحد النوع ديال الكتابة ولكن اللي عجبني هو أنك خلقه لنفسك بعدا قبل ما تقاسمه معنا غير هو راه ملي كتختار انك تطلع فوق الخشبه راه كتختار واحد الفن اللي خصك انك تقاسمه مع الناس وملي كنتقاسمه مع الناس عندنا بزاف ديال الادوات اللي خصنا نشتغلوا بهم اولا في الكتابه لمن كنكتب وشنو كنكتب وعلاش كنكتب وفين كنكتب يعني ملي كنطرحوا هاد الاسئله تما كتكون دراماتورجيا تما كتكون الكتابه تما الكتابه الاولى اللي كتكون في الوراق من بعد كتجي الكتابة الثانية اللي هي كنتقمص أنا هذوك الكلمات وكنحاول نخلق منهم واحد العالم اللي كنتقاسمه مع الجمهور اللي في المرحلة الثالثة كتجي الكتابة
فوق الركح. انت بقيتي بالنسبه ليا في الكتابه الاولى اللي هي مع راسك. اللي غنطلب منك اي يوسف هو انك تشتغل على الخفه، تشتغل على المرونه، تشتغل على لي زاكسيسوار اللي كتخدمهم، تشتغل على الشخصيات بالنبره وبالحركه، وسورتو سورتو تشتغل على الايقاع باش ما يكونش هناك ملل. وشكرا. يوسف رجلك رد ليها البال، فاش كيصيبك التوتر كتبقى تلعب برجلك بزاف كتحركها، هاد التوتر ما خصوش يبان عليك للجمهور. شكرا لكم وشكرا لك يوسف، كنتمنوا لك كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، مازال عندنا موهبه كوميديا وحده غادي نتعرفوا على بعض لحظات وعلى موضوع سكتش ديالها، ولكن قبل نشوفوا اجواء استقبال يوسف في الباكستيج. اسيدي لاوا هيا هلاوا اسيدي لاوا هيا يوسف تعملي ربي حاضر. عجبتك هذه يوسف؟ استقبال زوين تبارك الله عليك. هذا السوفاجي هذا انت لعبتي عليها في الكلمات، ولكن ربما الاصل ديالها هي من داك السوفاج، حيت هذا كيكون روفيكس، هذا كيكون في الدرب وقاتل. تمام برافو عليك. حسيتي بشي تحسن من الاول؟ لا كاين واحد التحسن ملموس صراحه. اولا بغيت نوجه واحد التحيه للناس تو اسفي، الناس ديال عبده، حي كوكي، الناس تو الحي المحمدي، المهم حي الزاويه، الكورس، حي وريضه، يعني من الاحياء كاملين ديال اسفي اون جينيرال. تحيه وراني كنبغيكم. تحيه لمحمد النيمي، تحيه لطريق بالمخلوف، تحيه لهشام السيسي، صافي غتقادي المغاربه كامل. بارك عليك. صحياتنا الان والاصدقاء ديالك يا يوسف. باقي موهبه كوميديا وحده وهي بنت مدينه البهجه. مدينه طبعا. وبلاتي حنا بالشفافيه خصنا نديروا عاوتاني القرعه ضروري. قال لك الاخوان الشفافيه والمصداقيه ظاهره وعارفينها. هاكا رشيد، سير رشيد. المهم هاد القرعه يا سيد عبد القادر، ديروا راسكم دهشرتوا يا سيد عبد القادر من بادينة سيدي سليمان. شكون تختار ياسين؟ صراحة أنا جيت سعيد بمشاركة لأول مرة. زاهرة دان زاهرة من مدينة مراكش. قبل ما نشدو الترونسبور مع زاهرة بنت مدينة البهجة، نشاهدوا كيفاش وجدت السكتش ديالها لهاد الليلة. مغلفو مولاه كامل بالباص مزيان. مزيان وجدي هذا لا شويه شدينا حمود. لازم السكتش راه فيه لينيرجي، فيه بزاف لي فيه سيتياسيون، فيه تحرك. زيدي مازال تخرج، عطيونا دي بيرسوناج اللي كتعرفي تلعبيهم، عطيهم لينا في لي سيتياسيون الاخرين اللي باقيين. صافي تخدمي عليهم. واش غتخدمي عليهم زاير؟ نخدم عليهم. يلا سير. برافو لي. اش اللي بلاد؟ هو جاي تاني. سيري تخدمي زاير. هو تاني سيري. فضاءات الأكاديمية، زاهرة ممثلة مدينة البهجة كتحضر سكيتش وسائل النقل اللي غتقدم لكم فيه مفارقات ومواقف وجدات ليها مزيان مع الكوتش سعيد والكوتش وديع، وخدامة كتحفظ فيهم باش تعجبكم هاد الليلة. زهيرة وسائل النقل، نرحبوا بنت مدينة البهجة. السلام عليكم. حنا المراكشيين تقولوا لينا سعداتكم بالكوتشي، اوجي حنا كاع ما تركبوا فيه، راه غير كنتمسقوا به. طق سبق طق سبق طق سبق وطق سبق طق وهذا هو الحماق، وطق سبق طق وهذا هو الحماق. رجعوا لموضوعنا. مراكش معروفه بالموتور، والمراكشي عنده علاقه وتيده بالموتور، وتيطلع فيه اكثر من ولاده، تيقيدو في الحاله المدنيه. صبح الاولى المصطفى المهدي الموتور دات دونيسونس موديل 86. انا خويا قبل ما يحط الموتور تمسح الارض عاده تطلق البيكي، هو الخوينز فين ما ولات ينعس. في مراكش العائله كامله راكبه في الموتور. يلاه تديماري تخرج جاره، الا دايزه وليدي دوزني معاك. فين دايزه خالتي؟ الا زدناك انت راه غندوزو ديريكت للروضه. طوموبيل
انتير ديرك بشي دريس غير لقدام. الوالد عنده يموتور وتحت خويا صغير فوق القيدون انفص مع وجهه تولي مرايا. إلا بان ليه مخلوع تيشد ليه من تيعرف الخطر جاي. وإلا بان ليه خويا ضحك ديك الساعة الوالد تدوبل على خاطره. وإلا مشى هاد خويا صغير تنعس الوالد تدير الدويدور وترجع للدار اش بيتو يدير. وفشتا هاد خويا الصغير تيولي مرايا. فشتا تيولي هاد خويا الصغير سوي كلاص تتزاد عنده خدمه اخرى تيولي مرايا وسوي كلاص تيمسح الوالد نجدرات. اما حنا البنات اللي تنسوقوا الموتور في مراكش حاله خاصه ما تنوقفوش في قف. مازال ما تزادش هذا اللي وقفنا وجي قف ماشي ديالنا. الا بيتنا نوقفوا زيدونا ليا قفي شوية ديال المساواة حبادة لو أنكم تكسبوا لينا عافك قيفي والله تنوقفوا جونا غير الخاطر نقدروا نجلسوا كاع. ما تنجروش الكاسك ماشي حيت راسنا قاسح لا حيت شعرنا رطب. يالله ديري ليه البغوشينغ حنا راه نخلصوا البروسي وما يخسرش لينا البغوشينغ ولا تاني ولا تاني خلصي البروشين وخلصي البروسي تعاملوا معنا وديروا لينا شي كويسك شفاف. هذا الكاسك بعدا 600 ريال الفرشي والبلاستيك هذا شي لقى عليك هو خاصو كاسك يلقى عليه. يالله تيحسبك بيتي تدير شي كسيده تيبعدكش على الخطر هو اللي تيبعد على الخطر تيسبقك ليها تيخليك منك الحديثه. الكاسكي هنا هو اللي تيولي يقول تفوت غير كاسكي وتجي فاش ما بغات. تتقولوا علينا حنا العيالات ما تنعرفوش نسوقوا. حنا ماشي ما تنعرفوش نسوقوا شد الاهانه. حنا كنحترموا القانون وكنوقفوا في الدور خضر البرتقالي وقيلك كتوقفوا في الحمر على ماشي مني تتكونوا دايزين من لانتير دي تتخرجوا في الموف صافي نساو. المهم تنحترموا القانون الدراري هذوك الدراري دوك اللي عندهم الطوموبيلات تيتلاقاو معانا في الصطوفه تينزل الزاج ابدلوا شويه دوك الهضره الحامضه عندكم اش بالك الجن تسابقوا ولي البوصله راه باينه ان اللي غنسبقك. الدري اللي عجباتو شي بنت الدري اللي عجباتو شي بنت تبدا يسكسكي قدامها في الموتور باش تعجبو. حنا لا الا عجبنا شي دري تنديرو كسيده راه ما يمكنش نشوفو الزين ونشوفو الطريق هي وحده في الجوج. فكرتوني واحد المره كنت ساي قال متر وانا غدا ضربت على المرايه ويبان لي الايلاينر خسر. يالله بغيت نصايبو غمضت عويناتي طلقت راسي في السبيطار مقبصه انا والايلاينر وهي تدخل عندي الفرمليه ام دراختي شويه والو اختي ما بغاش تقد لي الايلاينر خاتي بك في الباب ندخلو وياك ديريها علاش ولي بلاتي رقد الايلاينر من تما هزني خاتيبي في الموتور وحنا غادين قال لي عنقيني درك قدامك يا لبس لو كنت حشم زعما راني مقبصه مع التلفيته عنقنا البوتو بجوج ما وقع والو غير الكاسك بعيد على الخطر ويقول لي جيتي غزاله بلا كاسك جطيم. هو يجاوبو البوليسي مو اشتي راه دوك الوريقات لهاد الجهه وكيف ما كاين الموتور كاين تريبورتور. هاد تريبورتور في الاول اش دار دار لنقل بضائع وشي ناس الله يسمح ليهم ردوه لنقل المسافرين تركبوا 10 وتوصلوا 3 ايوا هذا راه ولا نقل الاموات ولا سيرونس ما كايناش. التأمين الوحيد اللي كاين هو الدعاء ديال الناس اللي راكبين معاه يا رب توصلنا على خير امين او تيكسيري. وكيف ما كتعرفوا هاد التريبورتور كي داير بعدا لاباس عليه مغلفو مولاه بالباش كاملو والمرايات ديرهم عندو لداخل تيشوف فيهم هي هو ماشي مهم يشوف الماضي ديالو الاهم هو المستقبل ما يجي حتى شي واحد قدامه وشي جمل مكتوبه قرأ التتعية والله لا فهمتيها ما حدك حاضيني وربي عاطيني وانت الا ما حداش وانت الا ما حداش معاك لواحد راه غادي تقتلو واحد اخر كاتب على جناح السلامه
وحياته كامله دوزها في جناح العظام والمفاصل. وواحد خونا تيكون متكي حدا مول تريبورتور ما تعرف واش تيدير، تقول لك انا قريسان. فعلا تيتم هادي تيقريساني في عباد الله. كسيري حموده، العزه حموده، سيري حموده، فراني حموده طيرت لي ودنها، شدي ودنك واردك طانك. كسيري حموده، سيري حموده. ومني تيخسر ليه تريبورتور حموده ما تيفقدش الامل، تيعمرو كاملو بالفريز وتيبدا يعيط خرشف 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 خرشف. والقريسون حداه تاجمر خرشف في حموده، ترى ما طيش هادي. وعلى حسب المورال ديال مول تريبورتور، الا كان كاعي تيطلق فران، وإلا كان فرحان تيطلق شابة ورضا. إشحال عندك دراهم ما نوصلك، تريبورتوري ما يحنسرك، يا ركبي قبل ما يجي مولاه، يا ركبي حدايا وما تركبيش حداه ويعطيه. ما تيتم دايزي واحد رموك وتيعطيه. سبحان الله، مني تتكون راكب في الكوتشي تبانو لك هذوك اللي راكبين في التريبورتوري تيخربقوا، ومني تتركب في التريبورتور تيبانو لك هذوك اللي راكبين في الموتور تيخربقوا، ومني تتركب في الموتور تيبانو لك هذوك اللي بقاو تابعيني انا راهي تنخرب. ميرسي زهيرة ممثلة مدينة مراكش. شوية ديال الخلعة شدنا الخلعة بزاف. زهيرة شدها الخلعة بزاف حسب ما تتقول، إن شاء الله ما يكون غير خير. التوفيق لك زهيرة. نعرف رأي لجنة تحكيم البرنامج. لطيفة أحرار. زهيرة كنحييك على الموضوع اللي اختاريتي، ماشي سهل، لأن خرجتي من لازون دو كونفور، وخرجتي واخا هضرتي على العيالات ولكن خرجتي من المواضيع اللي ممكن كنقولوا حيت بنت غادي تهضر عليهم، مشيتي لواحد الموضوع اللي ممكن نهضروا عليه جميع. في العنوان انا من خلالك بغيت نقول بان في اختيار العنوان حيت ملي كنقولوا وسائل النقل كتجي بحال شي مقال، بحال عنوان شي مقال، العنوان ديال السكيتش خصو حتى هو يكون فيه بحث، تكون فيه ريغيرش. علاش؟ لان باش كيكون يثير الفضول ديال المشاهد ولا ديال المتفرج ولا المتلقي. هذه الاولى. ثانيا الموضوع اللي كما قلت لك كان عندك زوين، وحتى لي تروفاي ديالك كانوا زوينين، لان اولا اشتغلتي باللكنه ديالك اللي هي زوينه وكتعجبنا حنا المغاربه، بعدا كنحماقوا عليها. اشتي يا زهيره شحال تتعجبني مني تتهدري هكا النسيمات يا تقيتي قتي يا لالا جميل. يعني هاد اللكنة كنحبوها بزاف، وحنا كنوليو كنتمشخروا بها. فين بغيت نقول لك كان عندك شوية، يعني هو أن مني كنكتبوا واحد التكست يعني خص اللعبوه بواحد الأريحية. أنا حسيت بأن كنت شوية ما مرتاحش، وأيضا حتى ما عطيتيش لراسك واحد المحطات فين تنفسي والجمهور يصفق، يعني هذا الجانب. هذا حاجة أخرى ديال أن حتى الطريقة ديال التقديم مني كان كتبوا راه أنت كتبة تكست زوين، ولكن الطريقة باش قدمتيه ما خدمتش هاد التكست هذا. وحاولي مرة أخرى أنك ترتاحي. وشكرا. شكرا. زهيرة الغزالة. كيف قالوا الأساتذة عجبني بزاف حفاظك على لهجتك المراكشية اللي كلنا كنحماقوا عليها. حسيت بالصح بأن عندك واحد الخوف اليوم، ما عرفتش علاش وما عرفتوش مين جاي، مي كنتمنى إن شاء الله أنك تجاوزي. حاولي تخدمي على النفس ديالك، لأن خدي نفس ديالك على خاطرك. أنا كنحس بك كتنهجي وكتزربي وبحال باغا غير تهني من الكلام، باغا تسالي دغيا. لا، المرة الجاية إن شاء الله بغيت منك تركيز أكثر أزهيرة، وانتي قادرة تعطي بزاف ديال الحوايج زوينين، لأن إصرارك تبين بأن بصح كتبغي هادشي اللي كديري، وكتمنى لك التوفيق. شكرا لكم زهيرة، بالتوفيق لك. رفقة ممثلة مدينة مراكش زهيرة، تنتهي المنافسة هذا المساء مشاهدينا الكرام، وبها غادي تنتهي مرحلة المواجهة ما بين المواهب الكوميديا وليكوتش. نرجع للباكستيج وأجواء استقبال زهيرة. قالوا بعيدة مراكش، قالوا بعيدة وفين خلا وجري، دوفين خلا وجري، سيدي بن عباس ما يفرش فيها تال.
زهيره انت في مراكش عندك الموتور؟ ما عنديش الموتور. وكيفاش عرفتي هاد يعني هاد لي ديطاي هاد الحيتيات ديال الموتور وديال التريبورتور؟ تركب مع صاحبي في الموتور. وديع خويا عاود لينا على زهيره. زهيره الاكاديمي شي زهيره بعدا ديما الورقه والستيلو اول وحده كنشوفوها زعما كتاخذ الكتاب كتكتب السكيتش وكتعاود وكتكتب وكتعاود اصحابها ترى اللي معاها في الشومبر ما كتخليهمش ينعسوا علاش كتبقى تعاود السكيتش قبل ما تنعس وفي الحلم ما كتحلم به وكتفيق الصباح كتعاود يعني هذه راه مسكونه بالفن زينب كانوا هذو من المشاركين المنافسه بالتوفيق لجميع المواهب الكوميديا وشكرا لجميع لي كوتش نذكر هذا الموسم معنا سعيد وديع رشيد رفيق وياسين عبد القادر شكرا ايضا الرئيس خليه الكتابه انور خليل مشاهدينا غادي نطلب من لجنة تحكيم البرنامج أنهم يغادرون للتداول والتشاور تحت صفقة الجمهور الحاضر معنا وفي هذا الأثناء تيقولوا لي بلي كاين شي حاجة وجدوها لنا المواهب الكوميدية في الأكاديمية نتابعوا جميع الو شكون معايا؟ 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 بغيت نذكركم فقط مشاهدينا الكرام باللي تقدروا تشاركونا ارائكم على المواهب الكوميديه والسكتشات ديالهم عبر صفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي انتهت المنافسه وكيف دايره الاجواء عندك يا سفيان زينب الاجواء هو رشيد جمعنا كاملين هنا ما عرفناش علاش قال لك باغي لونسي لينا شي خبر خليه يقول لك شنو نقول لكم انا الخبر اللي وصلني وانا فرحان بزاف باش غنكون مع ياسين عبد القادر في الفيلم ديالو طويل اللي غنديروه ياسين شكرا بزاف علاش انا بالضبط اختاريتيني من دون الدراري زعما وممكن نعرفوا هذا الفيلم حتى هو هذا فيلم كامل تيدور في وسط البحر كاين في الاخر غيغرق الطاقم ويغرقوا الممثلين كامل رشيد اش كيكون داير هو الطاقم لا غيكون الباخره وبالنسبه للمخرجين ديال الفيلم هو كاين سعيد كي غديروا الاخراج نتوما بجوج ما فهمتش واحد غادي يكون على برامتر لاجور والاخر كيدخل يعتق هو سعيد الاخراج اللي غنديروا هو غنخرجوا الناس اللي غرقوا هذه من جهه وغنديروا الادخال غندخلوا حنا وغنعاودوا نخرجوا تماما فيلم طويل تبارك الله عليك تصفيقه علينا المهم لا كاينه واحد المفاجأة صراحة مفاجأة كبيرة اللي ان شاء الله غادي تعرفوها ملي غنتفكروها ان شاء الله ان شاء الله ما حد الميكرو عندك سعيد مرحبا شنو الانطباع ديالك على البريم ديال اليوم فانطباع ديالي هو عنده واحد الرؤية لهاد لي كونديدا هادو حيت عجبوك لي كونديدا عجبوني دراري كيتقاتلوا دراري كيديروا داكشي اللي كنقول لهم وداك وكيبدعوا لينيرجي زوينه برايم واعر فما كاين اللي نقول لهم الا انكم برافو ليكم برافو وصفقوا على حنا نصفقوا عليكم وديع صراحه نفس الحاجه اللي كنقولوها ديما هادو مواهب شابه اللي كيخدموا من القلب يعني كيسهروا الليل كيفيقوا الصباح بكري كيتونجاجاو في الكتابه في الخدمه في التدريب كنتمنى لهم حد موفق والمسيره ديالهم غادي تبدا مباشره من البرنامج وانطلاقه من البرنامج وغتكون عندهم الكلمه في برافو ياسين انا عجبوني ركوب السرات تاو يكونوا ربع خوت وتكون الحبه قويه والله يخليك الموت اش من سوق هذا سوق الاربعه اسمح لي كان في المشهد اربعه هذا ياسين تجربتك اول مره في ستاند اب الاجواء العامه ولكن خاصه الجو ديال اليوم الجو ديال اليوم كان فينال قبل الاوان عجبني النيفو ديال لي كونديدا كاملين بدون استثناء وانا جد سعيد اني تتبان حتى البصمه ديال لي كوتش صحيح في برايم مور برايم رشيد
بغيت نقول لكم كلمه واحده، راه حنا كنبغيوكم، راه اي واحد كيمشي والله الا كتبقى البلاصه ديالو سي نورمال باش ينعس فيها الاخر. برافو عليك، شكرا لكوتش ديالنا. شكرا عليكم وشكرا وتصفيقات عليكم حقا. وكنوجه ميرسي التلفازة، وكنوجه تحيه كذلك لانوار خليل مشرف على الكتابه. اليك الخط. وهروبك مني في عزلي، والعذاب رغبة اللي مزيني، العذاب رغبة عينو قير رفتي وكان قارو انت وغير سير ربي كبير، وغير سير ربي كبير. هاك سير فاطمة يا الحمادي يا ديتي عقلي ما بقى ليا، اهزي سلوم وطلعي تشوفي نركض اشعل في الجوف. وكمل قلت لي يا ملكي فريدة عيد الغربة زايرة فيا، وشكون هما الضمان نازل تعدي ليا. محبوبي طلق سراحي غير ديني ولا خليني، غير ديني ولا خليني. شوف الهي شوف الهي اباش العديان يضنوح حبيبك في ديك الجيه، اباش العديان يضنوح حبيبك في ديك الجيه. وياي وحنا مرة شوف الهي جيتي لغفلة احنا في مجمع، شوف الهي شوف الهي وباش الحساد يتنوح حبيبك في ديك الجي. الله الله استاذي كيفاه معنا ديت شي كسيبه حمامه تاعي الاستاذ خيار تصفقوا عليه بحراره. شكرا شكرا. الله 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 اشكون عفط عليه برايم البرايم بغات نتقول. عمرني ما عرقت انا يا شو كي وليت. شو سيدي خويا الشحمه كطلع الكوليسترول، الكوليسترول كيدير مفعول. مولا بولفاف فيك بافنا بولفاف عطينا نذوقوا. والله شنو واش انا ديالي ديالي راه طبسينا ديالي في لي كولي جوج. انا والله ما نخوفش، انا مشير على الدخان ربي فيك. واحد السؤال غير تطرح دابا هو ان هاد بولفاف من سرق البولفاف باش مصاوب؟ لان مني كلينا وحنا كنهللو. وصلنا مشاهدينا الكرام للمرحلة الأخيرة من برايم الليلة، وهي آخر برايم في برايمات المواجهة من الموسم الثامن لبرنامجكم ستاند أب على القناة الأولى. شكرا دايما على حسن المتابعة. سفيان مالكم مقلقين؟ ما شوف قال لك الدراري ما غايكملوش كبكين، بس عندهم لائحة ديال المطالب. المهم قولي هذا انتظار أننا ندرسوا المطالب ديالكم ونشوفوا شنو نقدروا نخرجوا بنتائج. نمشيو هذه المره ونتابعوا تشجيعات عائلاتكم احبابكم واصحابكم من خلال اتصالات الهاتفيه اللي جمعتكم بهم. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، كديرين؟ كدايره ماما لاباس عليك بخير؟ كلشي كيسول عليك ابنيتي، خليتي لنا نجمه ديال الدار طافيه ابنيتي، الله يسخر لك ابنيتي ويبارك لك. دعي معنا انت يا وقول للوالده حتى هي تدعي لها، حيت لها ما جاوبتنيش. كدعي معك ديما مسكينه والله. وان شاء الله يا ربي الله يوفقكم والله يوصلك فيما بغيتي. آمين. وانا ثيقه فيك، الله يفرجك برضه ويغطيك برضه. تحياتي لكل عائلات وأهل وحباب المواهب الكوميدية اللي كانوا حاضرين معنا هذا الليلة. نبغي نشكرهم لأنهم قدموا أفضل ما عندهم، ولأنهم تحدوا الخوف ديالهم بهدف أنهم يكونوا قراب القلوب جميع المغاربة. تنعرفوا باللي في هذه اللحظات تكون صعيبة بزاف. قبل ما نبدأ برايم ناس وقلنا لكوتش المواهب الكوميدية على توقعاتهم حول المؤهلين اللي قدروا مشوا الربع النهائي. خليونا نشوفوا جميع.
900 تزارين اكثر من 70% دايز ان شاء الله. ما نقدرش نقول لك واش غيمشي ولا غيبقى. تزارين مجتهد تنظن انه غيدوز. تنظن غادي يدوز ان شاء الله. تنرشح سمير تزارين غيكون ان شاء الله غادي يصبر. انا بعدا كنتوقع انه غادي يتاهل للبرايم جاي. يوسف وغادي يصدمنا وغيتاهل. كنظن ما غيدوش. الاحتماليه ديال انه يدوز 70%. يقدر يدوز في هذا البرايم. ما عندوش حظوظ. يقدر يتقسم في هذا البرايم. مصطفى عليه بخصوص ما عندي ما نقولش. دايز ان شاء الله 100%. يقدر يدوز. ومصطفى غيدوز ان شاء الله. عليه غيدوز هو الاول. مصطفى عليه انا تايق فيه غادي يدوز. غادي يدوز. كنظن انه غيتاهل. زهيرة عندها حظوظ كبيرة باش تدوز. أنا تنراهن أنها غدوز. غتأهل زهيرة. غادي تدوز إن شاء الله للدورتين. تنرشح زهيرة غدوز. إلا دارت بحال البرايم اللي فات غادي تدوز. سمية أميمة عندهم حظوظ قوية أنهم يدوزوا للبرايم الجاي. كنظن أنهم غادي يشوفوا في البرايم الجاي. 50 يدوزوا 50% ما يدوزوش. دايزين إن شاء الله. أميمة وسمية إن شاء الله غادي يدوزوا. سهيل 50% 50% رجل هنا رجل ليه. يقدر ما يتأهلش. حتى هو غادي يكون دايز حتى هو إن شاء الله. سهيل عنده نسبة أنه يمر أكثر من نسبة أنه يتقصى. كنظن أنه يدوز. وصلنا مشاهدينا الكرام للمرحلة الحاسمة. شكرا لجميع المواهب الكوميدية اللي نورونا في برايم الليلة. نحييهم تحت صفقة الجمهور الحاضر معنا. سمير ممثل مدينة الدار البيضاء. مصطفى ممثل الدار البيضاء. يوسف ممثل آسفي. سهيل ممثل خريبقة. زهيرة ممثلة البهجة مراكش. سمية وأميمة ثنائي الرباط. شكرا لكم، كل التوفيق لكم. بقيتوا لمشيتوا راكم غزالين وواعرين إن شاء الله، تقدموا أفضل ما عندكم للجمهور المغربي في بزاف ديال الحاجات إن شاء الله. نتعرفوا على شكون الأسماء اللي غتمشي معنا الربع نهائي ستاند أب الموسم الثامن على القناة الأولى الأسبوع المقبل. بدأت الرحلة قبل أسابيع، رافقناكم، مشينا محطة بمحطة، واليوم تنتهي محطة المواجهة باش ننتقلوا لربع نهائي الأسبوع المقبل. شكون تأهل معنا وضمن بلاستو في التاكسي هاد الليلة؟ نتعرفوا على أول اسم رفقة دنيا. أنا أعطي كلمة لكم كاملين، تبارك الله عليكم، قدمتوا أحسن ما عندكم. وكيف دائما تنقولوا لكونديدا اللي كانوا معنا لهذا العام ولا العام اللي فات وفي أي برام، تنقولوا البرايم، تنقول لكم بأن ستاند أب فقط هو المحطة الأولى. أنتم ما كنتوا هنا معنا في هذه الليلة إلا وعندكم حلم، أو في هذا البرنامج إلا وعندكم حلم، حب لهذه المهنة هذه. فالحب ما كيتسالاش، كيبقى دائم. فحافظوا على حبكم، وحافظوا على ديروا مجهودكم باش انكم تحققوا احلامكم وتوصلوا لداكشي اللي بغيتوه في هذا الدومين اللي انتم اختاريتوه، لانه ماشي سهل، هو صعيب، كيبغي دائما المثابره والبحث والجديه والقرايه. فاول المتاهلين معنا ان شاء الله البرايم المقبل هو كان متاهل معنا بالاجماع، فغنادي على سمير تجارين. سمير يتأهل لربع نهائي ستاند أب، ألف مبروك سمير. وندرب سلطان ممثلة الدار البيضاء، ألف مبروك سمير. لطيفة أحرار مشاهدينا الكرام تعطينا ثاني المتأهلين. شكرا لكم ولكم على هذا الفرجة اللي أعطيتها لنا اليوم. ستاند أب البرنامج أيضا هو فرصة باش كنتلاقاو مع فن ستاند أب اللي هو فن ما سهلش، ومواجهة الجمهور شي حاجة ما سهلاش حتى على كبار الفنانين. واليوم طبعا كنعيشوا هاد اللحظات. غادي يمر معنا ولا غتمر معنا الاسم اللي غادي نقول، ونتمنى يشتغل أكثر. مصطفى علوي. ألف مبروك مصطفى. الدار البيضاء تضمن المكانة ديالها في ربع نهائي ستاند أب، جوج ديال المتأهلين في برايم الليلة. تنبارك لك مصطفى، بالتوفيق لك.
شكون هو ثالث اسم قدر يقنع لجنة تحكيم البرنامج باللي يستحق او لا تستحق تمشي او لا يمشيو لربع نهائي ستاند اب؟ سي محمد الخياري شكون اختاريته؟ لقد اشتد النزال وتعالت الامال وفتح المجال لهؤلاء الاشبال. هادو بالنسبه ليا ناس جايين طالبين راغبين اييه يتزوجوا بواحد المساله سميتها الشهره. كتعرفوا في الطقوس والعادات المغربيه لما كتمشي تخطب شي وحده من دارهم كيطلبوا لك جوج من الحاجه ونادي على الثنائي. الثنائي ومثلة مدينه الرباط وهو الثنائي الوحيد النسوي في هذا الموسم. الف مبروك ومي موسميه تبارك الله عليكم ومبروك عليكم. كيف ما عرفتوا مشاهدينا الكرام ربع اسم تعطوه لنا لكوتش بعد التشاور بيناتهم تياخذوا القرار. وهذه الليله اللي غيعطينا القرار نستقبلوا تحت تصفيقه الجمهور الحاضر معنا كوتش ياسين عبد القادر. السلام عليكم. وهذه المرحله كانت صعيبه. مساء الورد والياسمين. مساء النور. اهلا وسهلا. محطه كانت صعيبه عليكم انكم تختاروا واحد من بين ثلاثه اللي بقاو زهيره سهيل اولى يوسف باش يمشي الربع النهائي. تشاورتوا تداولتوا بيناتكم ياسين شكون اختاريتوا؟ هو ما داش هذاك الشيء سهل والله العظيم و ناطحنا واحد شويه فهمت وكان امتيازات زعما بيناتهم طفيفه والله ما كانش زعما شي فرق كبير وفي الاخر خرجنا احنا لي كوتش كاملين بهذا القرار وهو اننا اختارينا زهيره. مشاهدينا الكرام تضمن بلاصتها الربع نهائي ستاند اب الاسبوع المقبل. كنا سعداء اننا نرافقكم في برايم الليله. شكرا على حسن المتابعه.